بس لا هو مهم للعالم كله، مهم لاي ست في الدنيا كلها، لانه موست كومن كانسر ان وومن وورلد وايد. النقطه الثانيه ان هو سكند مين كوز اوف ديث فروم كانسر امانج وومن، اول واحد اللي هو الكانسر لانج للاسف ما زال. كانسر بريست منتشر كتير قوي قوي قوي، لكن الديث منه مش كتير قوي. ويسترن كانتريز هاف ا هايست انسيدنس ريت، وهنشوف في الخريطه اللي جايه ان احنا في المتوسطين، ولا هايست قوي ولا لوست قوي. ان ايجيبت بريست كانسر بريزنتنج اباوت 1/3 اوف توتال كانسر كيسز. يعني ايه الجمله الاخرانيه دي؟ يعني لو احنا بنعالج في عياده مثلا علاج الاورام، هيجي لنا حاله كانسر بريست، ثم حالة كانسر بنكرياس، ثم حالة كانسر ستومك، ثم حالة كانسر بريست، ثم حالة كانسر لنج، ثم حالة كانسر ثيرويد، ثم حالة كانسر بريست، وهكذا. يعني تلت العيانين اللي جايين لي كانسر بريست بعالجهم، والتلتين التانيين وزعهم على كل الكانسرز. فهمتوا ليه الكانسر بريست مهم لكل شخص؟ دي الانسيدنس في العالم كله، وهنا يتضح ان الويسترن كانتريز اللي هي كندا ويو اس اي ويوروب واستراليا هم اعلى حاجات. اوطى حاجات في افريقيا. احنا في المتوسطين. متوسطين يعني كام؟ يعني كل 12 سيده مصريه واحده منهم هتبقى عندها كانسر بريست ثرو هير لايف. اما في اوروبا كام؟ كل 8، كل 8 ستات. الانسلنس از رايزنج اول اوفر ذا وورلد. الصوره دي مش من مصر، ولكن هي رايزنج في كل حته في العالم. رايزنج ليه؟ هل في actual rising of the rates، ولا هو علشان development of investigation and awareness among people؟ ما نعرفش، لكن العدد مش بيقل، التلت واكتر في كل cancer institute. risk factors، ان انت female او الست female ده risk factor by itself. ليه؟ لان cancer based بيجي 99 ست وراجل، 99 ست وراجل، 99 ست وراجل، هو دي النسبة. تمام؟ لكن في راجل، يعني في cancer based في الرجالة بس مش common. By aging is a risk factor. البيك بتبقى عند ال 50، هو بيعلى يعني طولهم شويه وبعدين ينزل. لو لاحظته البيك بتبقى عند ال 50. في our countries للاسف الشديد البيك عند ال 40. ليه سبب؟ مش معروف قوي. حاولوا يبحثوا ليه الميدل ايست اراوند 40 وليه الايست الويسترن كانتريز اراوند 50، ما لقوش سبب ممكن اقوله لكم على ايفيدنس بيست. لو انت وايت ريس اعلى نسبه ان يجي لك كانسر بريست من الكالرد بيرسونز. هنا موست امبورتنت تو ريسك فاكتورز، اول واحده اسمها فاميلي هيستوري، وهنا هنلاقي ان في بعض الجينز بتجيب كانسر بريست اكتر، اشهرهم براكا 1 وبراكا 2. براكا 1 اباوت 50% اوف اول فاميلي كيسز عندهم براكا 1، اباوت كوارتر عندهم براكا 2، والباقيين متوزعين في جدول ثاني. الليفرمي سندروم وكولين سندروم وكل ده. البراكا 1 على كروموسوم 17، البراكا 2 على كروموسوم 60. ساعات تتسال السؤال ده، وان كان انا مش شايف ان هو براكتيكالي. تاني موست امبورتنت ريسك فاكتور اللي هو الهيستوري اوف كانسر بريست. يعني اي سيده كان عندها هيستوري في كانسر بريست او اتعالجت من كانسر بريست، سواء بريست كونسيرفنج سيرجري زي الست الطيبه دي او ماستكتومي، دي هاي ريسك ان يجي لها كانسر بريست في الاذر بريست او السيم بريست. هنا الصورة اللي بتوضح الجينيتك ديسبوزيشن، البراكا هو أشهر واحد، براكا 1، وبراكا 1 ريسك فاكتور إن يجي لك كانسر بريست، كانسر بريست والأوفري والبروستات والكول. البراكا 2 ريسك فاكتور إن يجي لك كانسر بريست، أوفري، بروستات، لارينكس أند بانكريس. غير كده كلمتين تستعرفون بس عن حاجة اسمها لوفريميني سندروم. لوفريميني سندروم ميوتيشن أوف بي 53 وبيجي كانسر بريست وأوفري. كودين ديزيز او كاودين ديزيز زي ساعات حد منطقها، ده برضه بريز بوزيشن كانسر بريست وكولون ويوترس وثايرويد. بوت جوكر سندروم ده كانسر كولون مينلي يجي، لكن وجد برضه ان العيانين اللي عندهم كانسر بريست بيبقى عندهم ممكن بوت جوكر بريز. اشهر اثنين براكا 1 براكا 2 لوفرمي كاودين، هم دول اللي دايما ايه بيجي سيرتهم او اسيلاي. برولونجد اكسبوجر تو اندوجينس استروجين، بمعنى ان الست دي يكون عندها ايرلي مينارك او ليت مينوس، الاثنين دول يخلوها عرضه ان يجي لها كانسر بريست اكتر، لتعرض الانسجه بتاعت البريست بتاعتها لاستروجين مده اطول من الناس الثانيه. فالايدج اوف مينارك لو كان ايرلي او الايدج اوف بوز ليت، ده بريدز بوز كانسر بريست. برلونج اكسبوجر تو اكسوجينس استروجين، يعني يستخدم او تستخدم استروجين من بره بقى،
في حالتين الهرمون ريبليسمنت ثيرابي اللي هو في الستات، بعض الستات بيخافوا من هشاشه العظام فياخدوا هرمون ريبليسمنت ثيرابي، والايفيدنس بيست اللي اهميته او فائدته كويشنبل. في هتلاقي دكاتره ويز هرمون ريبليسمنت ثيرابي الى الابد، يعني بيدافعوا عنه بحراره، وفي ناس هتلاقوه ضدهم الى الابد. يعني انا ما عنديش ايفيدنس بيست ان ده مفيد ولا مش مفيد. هو مفيد في حاله لو الست اصلا كان عندها هشاشه قبل ما تبقى منبوذه. اي دراجز ثانيه؟ في دراجز ممكن يكون فيها استروجين. الرجاله ان عندهم كانسر بروستات دول بيتعالجوا باستروجين، الرجاله اللي عندهم كانسر بروستات، فدول برضو هاي ريسك انهم يجي لهم كانسر بريست. في جنرال ريسك فاكتورز دي بنحطها في اي ريسك فاكتورز فور اول كانسرز زي الالكول والراديشن اكسبوجر والاوبيستي دي والسموكينج، كل دي جنرال فاكتورز بنحطها في اي كانسر. ما تعالوش مني اللي بيدخنوا ربنا يعني عنهم ما بيدخنوش، لان السموكينج از ا بريد بوز فور اني ديزيز ان ميديسن. ما قلتش اني كانسر، افهموا كلامي، في اني ديزيز ان ميديسن. يعني لو جاستروانتيتس في الاطفال الصغيرين حد سالك ريسك فاكتور ايه، قول له الاب والام بيدخنوا وهتنجح وهتعدي. لو واحد سالك الليبريتد ابورشن ريسك فاكتور بتاعه ايه، قول له سموكينج. لو واحد سالك الايرايتس في العين اللي اسمها هي، قول له اسمه هيتعدي عادي خالص. بريجنسي وبريست فيدنج دو بروتكتنج اجينست كانسر بريست. شفت كلمه بروتكتنج مش ريسك فاكتور؟ ها، فيبقى ريسك فاكتور ان يجي لها كانسر بريست ان واحده ست نالي برا يعني ما خلفتش متجوزه، او واحده حملت في سن متاخر شويه افتر ذا ايج اوف 35. دول الاثنين دول ريسك نون كانسر بريست. الحمل في حد ذاته ايه؟ بروتكتنج. وان بريجنسي از انف، مش لازم كذا بريجنسي. بريست فيدنج از فيري 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 بروتكتيف اجينست كانسر بريست، ودي بروفد كويس قوي. اكسرسايز از بروتكتنج اجينست اول كايند اوف كانسر، اند هيلثي دايت از بروتكتنج اجينست اول كايندز اوف كانسرز. كلينيكال برزنتيشن لقينا ان الليفت بريست الانسيدنس ايه في كانسر اكتر من الرايت بريست. ده في كل العالم. حد فسر الحكايه دي باي تفسير؟ مفيش تفسير. التفسير الوحيد اللي احنا سمعناه واحنا صغيرين وما زال هو القائم حتى هذه اللحظه، ان معظم السيدات في العالم از رايت هاندد. فالرايت هاندد يعني بيرسونز يعني بيميلوا ان هم يرضعوا الطفل بتاعهم بالرايت بريست اكتر، عشان بيحموا الطفل او بيشيلوه اكتر بالرايت هاند، وده بيخلي الرايت بريست بروتكتد فور ليس انسيدنس اوف كانسر بريست. طبعا الكلام اللي انا قلته ده ملوش ايفيدنس بيس، بس ده التفسير الوحيد اللي بسمعه بقى لي 40 سنه ومفيش تفسير تاني. لو بقى في البريست نفسه انهي اريا اكتر شيوعا ان يجي كانسر بريست، ولا دي متاكدين الابر اوتر اكتر حته، سواء رايت سواء ليفت الابر اوتر. ليه الاجابه ليه او يعني التفسير ليه؟ موست اوف ذا جلاندولار تيشو بريست تيشو از جلاندولار تيشو از ان ذا ابر اوتر. البريست بالجرافيتي بيبقى بولد داون وورد اند ميديم، فلذلك اكتر كميه جلاندولار تيشو اوف ذا بريست بيبقى في الابر اوتر وانكلودنج طبعا التيل بتاع البريست. ايكوال ان يجي في الباقي الكوادرنت بتاع البريست ما عدا اللور ميديال. اللور ميديال ده هو اقل واحد، يبقى احنا هنحفظ اللور ميديال اقل واحد والابر اوتر هي اكتر واحد، غير كده ما نحفظش لانهم متشابهين. اللور ميديال نحمد ربنا ان هو اقل واحد لانه اصعب واحد في العلاج جراحيا ونسيب شكل البريست كويس. ما ننساش ان الريترو اريولار از ان اريا، الريترو اريولار از ان اريا ونفحصها كويس اثناء الاكزامينشن. كلينيكال بيكتشرز بتاعت كانسر بريست، ايه السيمتومز بتاعت كانسر بريست؟ موست كومون سيمتومز اوف كانسر بريست از بينلس بريست لام. ده سؤال مشهور جدا جدا جدا. ممكن ان بي هنا تركزوا معايا شويه بتتلخبطوا بينه وبين سؤال تاني. Most common symptoms of the breast. نسمعها تاني كويس. Most common symptoms of the breast. حد فيكم هيجاوب painless breast lump؟ لا غلط غلط غلط. Most common symptoms of the breast ومكتوبة في كل الكتب ومذكرات كل حاجة. ها nostalgia. Nostalgia. يعني أنا لو قاعد في عيادة breast وجالي 100 واحدة ست تشتكي من breast أكثرهم هيشتكوا من nostalgia. تمام؟ لكن most common symptoms of cancer breast is painless breast lump. فهمتوا الفرق؟ اوكي. Recent nipple retraction او خليها
recent change of the shape of the breast. يعني انت هتكتب في الكومبلين بتاع عيانه patient noticed a change in the shape of the breast since about كذا. Change of the shape of the breast دي ينزل تحتها كل السكين changes اللي احنا هنعرفها بعد شويه، تمام؟ Bleeding the nipple by itself is sometimes a symptom of cancer breast. لكن السؤال اللي بيجي كتير commonest causes of bleeding the nipple مش cancer breast. commonest cause الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يعني بيرحمنا ان الكومنست كوز مش الكانسر بس لان البلينج بنبل ده حاجه موجوده كتير. كومنست كوز ايه؟ انتراداكتر بابلوم ودي بناين كوتيشن. سام تايمز ليه يعني رير قوي ان الكانسر بس يجي ببين ان ليت كيسز ان انفلاماتوري كاسوماتوزز وما بيبقاش بين بيبقى هيفنس وان باش ديزيز اوف ليفر. اخر واحده اللي هي البرتقالي واحده اللي احنا بنمشي زي الساعه كده ميتاستاتيك سيمبتومز يعني واحده ست تيجي لحضرتك تشتكي بلمب ان ذا اكزيلا بس ما تشتكيش بحاجه ثانيه خالص تشتكي من كانسر مثلا من فراكتشر اوف ذا هيومرس نتيجه فيري تريفل تروما تمام او تشتكي من ويستنج او كاشيكسيا وات ايفر سيمبتومز اوف ميتاستاتيك يبقى دول السيمبتومز اللي ممكن الست تيجي بيهم. قد ايه من الستات بكانسر بريست يجوا ببينلس بريست لامب؟ نقول 90%. ريسنت نيبل ريتراكشن 8%. بليدنج من نيبل 1%، الاثنين اللبني الفاتح والبرتقاني ليس ذان 1%. لازم نعرف النسب دي علشان ما نتلخبطش ما نفتكرش ان كلهم ايكوال. طيب ده السيمبتومز. طب ايه البريست اكزامينشن؟ لما نيجي نعمل بريست اكزامينشن، بريست اكزامينشن انقسم الى انسبكشن وبالبيشن. والبالبيشن بالبيشن ان ذا بريست او بريست ماس والبالبيشن اكزيلا. لو ابتدينا بالانسبكشن وده انكلودنج بين قوسين سكين مانفستيشن او كلايز باتش، لو انا بعمل انسبكشن لاي ست في البريست اركز في حاجتين، دماغي تركز في حاجتين، انا شايف لوكالايزد بلج يعني سويلنج يعني ناس، بس انا بحب اقول عليها بالانسبكشن لوكالايز بلش والبلبيشن بلبل سويلنج، يعني الاثنين قريبين من بعض وهتقولوا لي شبه بعض، بس بالانسبكشن دايما ما بتبقاش ويل ديفايند بالانسبكشن، بتبقى بلج جاست بلج، لكن لو شفت بلج حضرتك بالانسبكشن لازم تقول تفاصيله. يعني ايه تقول تفاصيله؟ هنقول في التفاصيل اللي جاي، مكانه، شكله، حجمه، طططط. النقطه الثانيه سكين مانفستيشن. ايه حكايه السكين مانفستيشن دي؟ في سكين مانفستيشن اوف كانسر بريست اول واحده فيهم ديمبلينج او باكرينج. ديمبلينج او باكرينج مالهوش علاقه بالجنبها دي. ديمبلينج او باكرينج يعني ريتراكشن اوف ا بارت اوف ذا سكين انورد. ده بيبقى نتيجه ايه؟ بيبقى نتيجه انفلتريشن اوف ذا كانسر تو ذا كوبرز ليجامنتس. لو افتكرنا كده في الاناتومي، انا ما رضيتش ادي المحاضره بدايتها اناتومي وبلاد سبلاي والليمفاتكس، وان كان يعني لازم تعرفوا يعني نص صفحه او صفحه عن الكلام ده نقرا فيهم شويه. الكوبرز ليجامنت دي عباره عن ليجامنتس اسمى البريست الى سيجمنتس، تمام، وبتمتد من السكين ان فرونت تو ذا بكتورالس فاشيا ان ذا باك، ودي اللي ماسكه شكل البريست الشيب بتاعه كدوم شيب او كونال شيب. لو مفيش كوبرز ليجامنت دي كان البريست وقع يعني توزد، كان بقى بيندلس. هذه الكوبرز ليجامنت اللي بينها بتتقسم الجلاندر تشو ذا بريست بيحصل فيها جنبها كانسر بريست. الكانسر بريست بينفلتريت الكوبرز ليجامنت يشدها اكنه بيشدها او بيجذبها جوه فيحصل سكين ريتراكشن، يبقى ده السكين ريتراكشن. طب في حاجه اسمها نيبل ريتراكشن يا دكتور غير السكين ريتراكشن؟ النيبل ريتراكشن ديو تو انفلتريشن اوف ذا تيومر تو ميجور لاكتيفيروس داكت، يبقى بسرعه ريتراكشن اوف ذا سكين ديو تو انفلتريشن اوف ذا تيومر تو كوبرز ليجامنت، ريتراكشن اوف ذا نيبل انفلتريشن اوف ذا تيومر تو ميجور داكتس، تمام. اللي وراها بودورانج. ايه حكايه بودورانج دي؟ شكل السكين يبقى شكله كده زي شكل البرتقاله. ليه بيحصل الشكل ده؟ هو بيحصل مينلي نتيجه ليمفاتيك اوبستراكشن اوف ديرمال تيشو. الابيديرمس ما فيهوش ليمفاتكس، الديرمس فيه. لو الديرمال ليمفاتكس اتقفلت نتيجه مالجن سيلز او حاجه او نتيجه اي حاجه ثانيه زي ما هنشوف بعد شويه ان في بودرانج مش نتيجه المالجن، هيحصل ايديما للديرمال السكين، هيحصل لو سويلنج كده سويلنج.
بس السكين فيه هير فوليكلز، الهير فوليكلز مش بتسول يونيفرسلي مع السكين، فهمت كلامي؟ فبيحصل الشكل ده ان الهير فوليكلز تعمل انكورنج او ديبريشن تحت، هتشوفها في الصوره لوحدها، فيحصل البودرانش. هل البودرانش لازم يعني لازم يحصل في كل حد الكانسر بس؟ لا. هل البودرانش بيحصل مع الكانسر بس؟ لا، البودرانش ممكن يحصل مع الانفلاميشن، سيفير انفلاميشن، سكين نوديولز اند سكين انسريشن ممكن يحصل، ممكن يحصل سكين نوديولز لوحدها زي الايدج ده بتاع الالسر لوحده كده، ثم يحصل بريكنج داون لها ويحصل انسريشن اند فانجيشن زي الحاله اللي متشافه دي. ممكن يحصل حاجه اسمها كانسر انكيوراس. كانسر انكيوراس كلمه باللاتيني معناها الشيلد او الدرع، لان في هذه الحاله extensive multiple skin nodules stun all over the anterior chest wall بيخلي حاله يعني very late، بيخلي منظر يبقى ده cancer incurance اللي هو extensive skin يعني infiltration of the anterior chest wall by malignant cells، بيخليه زي الحجره او زي الدرع، وبيبقى شكل الست اكنها الانتيرير تشيست وول تحول لدرع، ودي حاله فيري فيري ليت. نحمد الله ان احنا مش بنشوفها كتير الان. ساينز اوف انفلاماتوري كارسينوماتوزس، يعني ايه ساينز اوف انفلاماتوري كارسينوماتوزس؟ يعني الست دي لو جبتها لي كده كصوره لوحدها اول حاجه هفكر فيها الست دي عندها انفلاميشن، ايمن الست دي عندها انفلاميشن، عندها ماستايتس، عندها ابسس، بس هفاجئ ان الست دي ما بتطلعش، والست دي كبيره في السن، والست دي المنظر ده بقى له مده طويله مش يوم او يومين، كما ان مفيش تندنس. هنشوف الانفلاميشن كارسينوماتوزس ده نوع من انواع الكانسر بس يشبه الانفلاميشن، فهمت الكلمه؟ فاسمه انفلاماتوري كارسينوماتوزس، وده برزنتيشن او ساينز تشوفها معايا. اخر حاجه ممكن الاقي ديم اوف ذا ار، ممكن نتيجه ماسيف انفلتريشن اوف ذا اكزيلر ليمف نود بلوكينج ذا ليمفاتيك رينج اوف ذا ارم، ولا ليمفاتيك يبقى ارم ايديما. تاني نعيد من الاول، قلنا السيمبتومز خلاص، احنا دلوقتي في الاكزاميشن. الاكزاميشن في حاجه اسمها سكين مانفستيشن. سكين مانفستيشن يا اما سكين انفكشن او نيبل انفكشن او بودورانج او سكين نوديولز او سكين السريشن ان فانجيشن او كانسر ريكيوراسي او ساينت اوف انفلاماتوري كارسينوماتوزز اللي هو ريدنس وايديما اوف ذا موست اوف ذا بريست وايديما اوف ذا ارم اخر واحده. حاجه مهمه ان احنا نشوف النيبل والاريولا از انيبل اند اريولا سايز، المكان اللي فيه كانسر عاده بيحصل شرانكينج للسايز بتاع النيبل والاريولا وداركينج لها. هو الحقيقه ما لهاش دعوه بالاريولا، هي لها علاقه بالشرانكينج اوف ذا سكين اوفر لاينج وريتراكشن مالتيبل سكين ريتراكشن باي انفلتريشن اوف مالتيبل كوبرز ليجامنت، فهيحصل النيبل ليفلنج. طيب لو رفعنا ايدين العينه لفوق هيبان جدا جدا جدا، يعني العينه دي احنا شاكين عندها ولا ما عندهاش، جاست ان احنا نرفع ايديها لفوق هيبان قوي اي سكين مانفستيشن. نقولها تاني، رفع الايد لفوق بيخلي في تنشن للكلافي بيكتورال فاشيا، ده بيخلي اي سكين مانفستيشن تظهر اكتر. الكلافي بيكتورال فاشيا دي اللي ورا اللي هي ماسك فيها الكوبرز ليجمنت، فلما شديت على الكوبرز ليجمنت واضح قوي النيبل ريتراكشن، واضح قوي النيبل سايت رفع ولا فوق ولا تحت. دي شكل النيبل ريتراكشن، عشان احنا شفنا او قلنا سكين ريتراكشن ده نيبل ريتراكشن. ده شكل النيبل ما حصلهاش ريتراكشن، بس حصل لها حاجه اسمها اكزيما، اكزيماتيزيشن اوف ذا نيبل اند اريولا. اكزيماتيزيشن اوف ذا نيبل اند اريولا از ا كومن ديزيز ان يونج لاكتيتنج فيميل. ده ماشي معقوله، لكن واحده ست كبيره عندها 60 70 سنه ويجي لها اكزيماتيزيشن اوف ذا نيبل اند اريولا، ناخدها كوشس شويه، لان ممكن يكون باجيت ديزيز اوف ذا بريست، وهنشوفها في التفصيل كحاجه. الفرق ايه بين باجيت ديزيز اوف ذا بريست والنيبل اكزيما؟ ان الباجيت ديزيز اوف ذا بريست دراي والاكزيماتيزيشن ويت، وان الباجيت ديزيز not respond to skin and dermal treatment، هنشوفه في الباجيت ديزيز. منظر البودورانج اهو تاني، ولو انت شاكك ان الست دي في بودورانج ولا مفيش بودورانج، ممكن نعمل اوجمنتيشن للساين بالشكل ده، لان حركتك دي بتخلي البودورانج يزيد اكتر. خلي بالك، خلي بالك ان ممكن ست عندها بنديولس بريست والبريست بتاعها اتزنق في البرا شويه يبقى عندها بودورانج وهي سليمه. طب هنفرق ازاي يا دكتور؟ هنفرق بين البودرانج بتاع الست دي هتلاقيه
يعني ايه هوموجينس في كل البريست، هتلاقيه باي لاترال، هتلاقيه في اماكن الضغط على البريست. يبقى دي اهميه ان انا اشوف الباي لاترالتي او السيمتري او اسيمتري، وان انا اقارنه بالجنب التاني. الفكره بتاعت شرح ازاي الديرمال ايديما مع مازال الهير فوليكلز مش قادره تطلع لفوق، فبيحصل شكل البودرانج بيجي ازاي. اهم حاجه تحفظ الكلمه دي، obstruction of subcutaneous lymphatics او dermal، بالذات dermal lymphatics. ده في دكاتره بيحبوا تقولوا obstruction of dermal lymphatics. شكل السكين نودولز، ادي شكل السكين نودولز، hard fixed to the skin nodules، وطبعا في شويه ulceration في حته وفانكشن في حته. طيب خلصنا الانسبكشن؟ لا ما خلصناش الانسبكشن، هو لسه الماس. الماس انا هشرحها كبالبيشن، لكن اوعى تنسى توصفها بالانسبكشن. المالجنانت لامب، شايفين المنظر ده؟ بصوا للصوره يا اولاد، هتفهموا من الصوره ليه انا بحب اقول لوكالايزد بلج باي انسبكشن واقول اسويلنج باي بالبيشن. حد فيكم هو باص للصوره دي حاسس ان هي ويل ديفايند؟ لا، لكن لو حطيت ايدك مديت ايدك هتبقى ويل ديفايند اكتر. فدي الحته اللي بتخليني احب اقول كده. باي انسبكشن مش في البريست بس، في اي حته اتعلم تقول ديفيوز انلارجمنت اوف ذا اورجان او بارت اوف ذا بودي، او تقول لوكالايز بلج. يعني لو قلت لي ديفيوز انلارجمنت اوف ذا رايت فور ارم، على طول هفهم ان الرايت فور ارم كله ها سولي. لو قلت لي ديفيوز انلارجمنت اوف ذا ليفت فوت اند انكل، هفهم ان كلها. لكن لو قلت زي لوكالايزد بلج ان ذا دورسم اوف ذا فوت، كلكم هتتفكروا ان الدورسم اوف ذا فوت بس هو اللي فيه سولينج ومفيش حاجه ثانيه. وضحت الكلمه؟ يبقى كلمه ديفيوز ولوكالايزد استخدموها كتير في الانسبكشن، هتلاقيها بتساعدكم سواء في الامن او اي حاجه. اللمب بقى المالجنت بيبقى ايه الكاركتر بتاعتها؟ مكانها، اوصفه طبعا مكانها والحجم بتاعه، واحنا قلنا ان الكوموست سايت ايه؟ ابر اوتر. اوكي؟ السيرش بتاعها بيبقى ريجلر، الكونسيست بتاعتها بتبقى هارد. المالجنت ليجنز في كل حته في البودي اسهل ليك انت تقول هارد. بعض المالجنت في بعض الاورجنز ما بتبقاش هارد. وصدقوني كاندر جراديوت لو انت قلت لي كل المالجنس في كل حته هارد هبلعها افضل من انت تغلط وتقول اقل من الهارد. موضوع ان انت عندك احساس السوفت والفيرم والهارد لسه ما ظبطش عندك، ده موضوع تاني هنشرحه كلينيكالي مش في وقت دلوقتي. الايجز بتاعتها بتبقى ايه ديفايند كلها. الموبيلتي بتاعت ليميتد موبيلتي او فيكسد تو ذا بريست تيشو. يعني ايه؟ لاحظوا ان البريست نفسه يعني سلايتلي موف، البريست نفسه كبريست اورجن. فانت لازم تحدد الماس دي وانت بتحسها، بحب الكلمه دي، it is fixed to the breast tissue surrounding it. هي مش fixed لحاجه ثانيه، هي fixed to the breast tissue، بمعنى ان لما تيجي تحركها البريست نفسه بيتحرك معاك، دي هتلاقيها fixed، واضحه جدا. عكسها البناين ليجنز، محاضره ثانيه خالص هشرح لكم فيها البناين ليجن وهشرح لكم فايبر دوما. الفايبر دوما بتجري في البريست، تجري في البريست مش ماسكه في اي تيشو فيه. في الادفانس كيسز هتلاقي الليجن ده ممكن اتاتش تو سكين او فانجيتنج تو سكين او اتاتش تو اندر لايك ستراكشر اللي هي ايه؟ البكتوراليس ميجور ماسل وماينور، وللسريتس لاترالي او للشست وول نفسه في بعض الرير كيسز. يبقى دي الكاركترز بالبالبيشن لللم. الاكزيلا اظن ان هي لسه هتيجي بعد كده، بس نقول بس على طول انا اسف يمكن الترتيب مختلف هنا. جنرال ساينز اوف ميتاسيس لازم ندور عليه وانا بعمل كلينيكال اكزامينشن لاي حد كانسر بريست، لازم على طول اجري على الابدومن واشوف في الابدومن في اسايتس ولا لا، في هيباتوميجالي ولا لا. سيستا جوزيف نوديول از فيري 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 رير، بس يعني هي جاست فور فان جبتها لكم. البي ار والبي في، بي ار يعني بالريكتال اكزامينشن، بي في يعني بالفاجينال اكزامينشن، لازم دول. ليه؟ لان مشهور قوي ان الكانسر بريست يعمل كروكنبرج تيومر وبلامر شيلف تيومر. كروكنبرج تيومر وبلامر شيلف تيومر لازم تاخدوا نسخه علشان تعرفوها. هي عباره عن سيديشن اوف مالجنانت سيلز، ترانس سيلوميك، ترانس سيلوميك يعني سو بريتونيال كافيتي للوست موست بارت اوف ذا بريتونيال كافيتي اللي هي في الستات بتبقى اوفري وبتعمل كروكنبرج تيومرز اون ذا اوفري اند بلامر شيلز، ودي بتتحس بي ار او بي في.
طبعا لازم تكشف على العين عندها جونس ولا لا، او عندها كاشيكسيا ولا لا، او عندها لوس اوف ماسل بلك ولا لا، ممكن تسمع التشيست وتشوف فيه كريبيتيشن او كونسوليديشن ولا لا، كل ده ممكن تعمل بيركشن على البوني اريا زي اللور لمبر فيرتبرا او الهيومرس. سؤال هنا، most common sites of metastasis for can of cancer from cancer breast is bone اول واحده، بون اول واحده، ثم لانج، ثم ليفر، ثم برين. تمام، لو رحنا للبون لوحدها most common bony sites، كلكم تردوا تقولوا vertebral lumbar vertebral lumbar vertebral. تمام، بعديها ريبس، بعديها هيومرس، وبعديها البلفس. كلمتين على باجيت ديزيز اوف ذا بريست، لانه هو كلينيكال برزنتيشن لوحده. قلنا الباجيت ديزيز اوف ذا بريست ده عباره عن ايه؟ عباره عن دراي اكزيماتيزيشن اوف ذا نيبل اند اريولا بالشكل ده. بيتميز تحت الميكروسكوب ان في باجيت سيلز. ايه حكايه باجيت سيلز دي؟ عباره عن لارج فومي سيتوبلازم دارك بيج نيوكليس. باجيت ديزيز اوف ذا بريست از a nipple areola manifestation of underlying carcinoma of the breast. ها وصلت؟ يعني ده manifestation بيظهر في nipple areola نتيجة ان retro areola في cancer of the breast. معظم الحالات بيبقى ductal carcinoma in situ، بعض الحالات بتبقى invasive carcinoma. ايه الفرق بينهم؟ ductal carcinoma in situ يعني malignant cells not invade the basement membrane. invasive يعني invade the basement brain، واحنا نعرف بعد كده. يبقى على طول باجيت ديزيز فهمنا المانيفستيشن بتاعته، فهمنا هو بيخفي تحتيه، فهمنا ان اي اكزيماتيزيشن اوف ذا نيبل اند اريولا نوت ريسبوندينج تو ديرمال بروبر تريتمنت شود بي ريفير تو بريست سيرجن، وفهمنا ان هو معظمها بيب مانيفستيشن اوف داكتر كارسينوما ان سايتو، وهو اطيب انواع الكانسر، مش داكتر كارسينوما ان سايتو لكن اطيب انواع. انفلاماتوري كارسينوماتوز مش عارف، ما هو ده النقطه اللي انا مش عارفها. انفلاماتوري كارسينوما ده سبيشال انتيتي تاني غير الباجيت. ايه حكايته بقى؟ حكايته ان زي ما قلنا كل الساينز اوف انفلاميشن موجوده لكن مع اختلاف بسيط، يعني بس يعني سلايتلي هوت لان في هايبر ميتابوليزم، ايديميتس هيفي كده، تمام. لكن عاده الست دي ما بترضعش، دايما الحاجات دي بتكون مع الرضاعه اللي هي الانفلاميشن، بتبقى مش اكتوال بين عندها، لا بيبقى عندها هيفنس، بيبقى برولونجد بيريود اكتر من الانفكشن. الانفكشن بتيجي تكشف بعد يوم او يومين، دي بيكون عندها الموضوع من حوالي شهر مثلا. كمان هي بقى الحاجه اللي جايه دي، بقى الست دي ما عندهاش لوكالايزد تندنس، ما عندهاش ايه؟ لوكالايزد تندنس. الست دي تسمح لك ان انت تبلبيت هير بريست. سمعت الجمله؟ رغم ان انت بلبيشن اوف ذا بريست هتلاقي ديفيوز ثيكند ايديميتس هارد، يعني بريست مش هتلاقي، مش هتقدر تحدد اللمب اللي تحتيه. اخر حاجه ان الست دي ما عندهاش تاكي كارديا ولا فيفر، ولو عملت لها انفستيجيشن مش هتلاقي الوايت ديزيز عاليين، يبقى دي مش انفلاميشن خالص. برضو القاعده بتقول ايه؟ اني انفلاميشن اوف ذا بريست نوت ريسبوندينج تو بروبر مانجمنت شود ريفير تو بريست سيرجن، لان شاكك ان هي انفلاماتوري كارسينوماتوز. كلمتين صغيرين قالوا عن انفلاماتوري كارسينوماتوز، مور كومن ان هو يحصل في البريجننت واللاكتيتنج وومن، لكن مش ماست. نقولها تاني، more common ان يحصل في اللاكتيشن والبريجنسي لكن مش ماست، يعني ممكن باجيت ديزيز انفلاماتوري كارسينوماتوز دي يجي في واحده مش بترضع ولا حامل. اخر حاجه ان بور بروجنوزز، بور بروجنوزز لانه طبعا ليت برزنتيشن ويز ماسيف لوكالي انفولفمنت. السلايد دي مهمه قوي، حاجه اسمها تريبل اسيسمنت، قاعده كده اتفقوا عليها كونسنسس، كل العالم حوالينا متفقين على ان احنا اي ماس في البريست لو عملنا لها تريبل اسيسمنت هنوصل للدياجنوزز في 99% من الحالات. ايه التريبل اسيسمنت ده؟ بينقسم الى كلينيكال ايمجينج اند باثولوجي، وكل واحده منها ليها تو ارمز. الكلينيكال لازم اخد هيستوري تيكنج كويس قوي 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 قوي، اعمل اكزامينيشن محترم وكويس، ايمجينج اعمل للست دي اللي عندها بريست لامب الترا ساوند وماموجرام، مع احترام ان لو الست اقل من 35 سنه هعملها الترا ساوند بس،
الا لو انا suspicious of malignancy هعمل لها ماموجرام ان شاء الله كان عندها 17 سنه. يبقى الماموجرام يعني اسمها ايه؟ مش مفيد قوي للناس اللي تحت 35 سنه، لكن في الست اللي انا suspicious of cancer breast ده انا يعني بشحت اي انفورميشن من اي حته فلازم اعمل لها ماموجرام. دي معلومه يعني هتلاقيها متلخبطه في دماغكم، بس قاعده لو الست مش suspicious of cancer ما اعمل لهاش ماموجرام اقل من 35 سنه. في اخر حاجه هاخد بايوبسي، يا اما فايند اسبيشن يا اما كور كات بايوبسي. لو عملت التريبل اسسمنت ده لاي بريست لامب هوصل للدياجنوزس لاكثر من 99% من الحالات. تمام، ايه رايكم لو اتكلم على الحته دي بس؟ وبعدين نتكلم عن الحته الثانيه وبعدين نتكلم عن الحته الثالثه. الهيستوري، الهيستوري في اي حته ست عندها بريست كومبلين هقول الكومبلين بتاعها موست بريست لامب، موست كومن ان هو يكون ماستالجيا، اي حاجه ثانيه زي ديستشارج برنيبل، وديستشارج مش لازم بليدنج برنيبل، اي سكين مانيفستيشن اللي بتتفسر في الكومبلين على ان الست شايفه ان شكل ثدييها اتغير، شايفين كلمه؟ شكل ثدييها اتغير. تمام؟ هي مش هتقول لك انا عندي بودرانش، هي مش هتقول لك انا عندي نيبل ريفلكشن. اوكي، البريزنت هيستوري لازم تفاصيل عن الموضوع ده وامتى حصل وايه اللي بيزوده وايه اللي بينقصه. البريزنت هيستوري في الست دي ما ينفعش ما اسالهاش واقول بوزيتيف او نيجاتيف كل ريسك فاكتور في كانسر بريست. فاكرين ريسك فاكتور في كانسر بريست؟ ما ينفعش ولا واحده منهم ما اسالهاش بوزيتيف او نيجاتيف. يعني ما ينفعش اقول ما تسالش هنا على لاكتينج ولا لا، وكم مره بريجننت اتعرضت للراديشن ولا لا، وكان عندها حد في الفاميلي اللي فاميلي هيستوري. لازم هنا الفاميلي بوزيتيف فاميلي هيستوري تتقال وبوضوح جدا. فيرست ريليتيف سكند ريليتيف حاجه عن ليها ريليتيف بريد بريست اتاكد ان هو كانسر ولا حاجه ثانيه، الناس دي الايف ولا لا، جالهم البروبلم دي او جالهم كانسر بريست وهم عندهم كام سنه، لان في الفاميلي هيستوري او الهيرديتري كانسر بريست بيبقى دايما الناس بيصيبهم سن صغير اراوند 40. باست هيستوري لازم اعرف هي بتاخد دراجز ولا لا، وبتاخد اخر كونتراسبتيف بيلز ولا لا. كويس الكلمه دي، السؤال المشهور كونتراسبتيف بيلز تجيب كانسر بريست ولا تمنع كانسر بريست ولا ملهاش علاقه؟ فاهمين السؤال؟ لا، كونتراسبتيف بيلز حاجه مشهوره قوي يعني. شوفوا اللي مكتوب في كل الليتريتشرز بايست. بايست يعني ايه؟ يعني مخادع. ليه؟ لان معظم اللي ناشر في المجلات والدورات العلميه من الويسترن سايد، والويسترن سايدز اجينست ان انت تمنع كونتراسبتيف بيلز، ده حاجه في المجتمع هناك. فكونتراسبتيف بيلز بتتباع اوفر ذا كاونتر لاي بنت تطلبها بدون اي روشته. فما اقدرش اخد ثقه البيبرز اللي طالعه من هناك من الويسترن كلها عن الكونتراسيف بيلز واللي هي بتجيب كانسر بريست ولا لا. ولكن الايفيدنس بيز بعد ابحاث كتيره مش هشرحها ده، الايفيدنس بيز واللي احنا متاكدين منه ان الهاي دوز استروجين او الهاي دوز بروجسترون كونتراسيف بيلز از بريدسبوزنج تو كانسر بريست. كل اللي موجود في السوق دلوقتي ميني بيلز. ميني بيلز يعني ميني دوز، زمان كانوا بيستخدموا هاي دوز. تاني قاعدة احنا متأكدين منها ان استخدام الكونتراسيف بيلز لمدة 5 سنين فأكثر يزود الريسك بتاع كانسر بريست، والتوقف عنها لمدة 10 سنين فأكثر يرجعك للنورمال. هما دول الاثنين اللي كل العالم متفق عليهم، محدش هيقول لك فيهم أي كلمة غلط. لكن أي واحد تاني حسب ميوله هي الكونتراسيف بيلز بتجيب ولا ما بتجيب. ما ننساش في الهيستوري ان انا اسال على ايج اوف نارك والنمبر اوف بريجنسي والايج اوف ذا فيرست بريجنسي والبريست فيدنج، والبريست فيدنج تم مده كويسه ولا لا، شهور ولا يوم ولا اسبوع ولا حاجه. المنسترال سايكل ريجولار ولا ريجولار، لان دي بتدل على بعض الديزيز وبتدل على البريز بوزنج الفايبروسيستيك ديزيز وهو بناين. المينيبوز جه امتى، والاورال كونتراسبتيف بيلز والهرمونال ريبليسمنت ثيرابي. كل النقاط دي لازم اذكرها في البريزنت والريبرودكتيف والدراج هيستوري. Family history, the number and the age of relative with breast cancer. ولو كان في other cancer related زي ovarian وchronic علشان لوفريميني وكاودن سيندروم. هعمل ده الهيستوري للعيانه. قلنا الارم ده اللي هو clinical في history examination. هعمل local examination كويس قوي قوي قوي، وهشوف بعينيا في lump او bulge ولا لا، هشوف في skin changes ولا لا، هشوف redness وراش، هشوف discharge بالنيبل، هشوف retraction of the nipple او retraction of the skin زي ما شرحنا قبل كده.
واحنا بنعمل اكزاميشن اوف ذا بريست بعمل انسبكشن وايت ذا بيشنت از سيتنج اب وايت ذا بيشنت از سيتنج اب وبعمل ثلاثه بوزيشن بوزيشن هي نيوترال حاطه بوث ارم بسايد هير ترفع ايديها لفوق الاثنين وليه برفع ايديها لفوق الاجابه عشان اعمل ها تنشن للكلافي بيكتورال فاشيا اللي هي ماشيه ورا بريست فاعمل اوجمنتيشن لاي سكين مانيفستيشن هيبان والنيبل ليفل هيبان ان هي بتوطى او بتعلى وطبعا احط ايدها في وسطها واخليها تضغط لان ده هيعمل كونتراكشن اوف بيكتورالس ميجور ماسل وماينور ماسل وده هيبين اي فيكسيشن اوف ا لامب اور ا سكين فيكسيشن تو ذا بيكتورالس ماسل مش كومون لكن ممكن موجود. الاحظ وانا بعمل البوزيشنز دي الحاجات دي يعني ده الانسبكشن اوكي هي يعني اعاده للكلام الاول. الاحظ برضو ديفيوز كلمه ديفيوز ها ريدنس ديفيوز إديما ديفيوز اللارج اوف ذا بريست اللي هي انفلوماتيك اوسكولوس. هننتقل للنقطه الثانيه اللي هي البلبيشن. بعمل بلبيشن للبريست بعمل بلبيشن للبريست وايل ذا بيشنت از سليبنج فلات واحسن حاجه ان تحط ايدها ورا ظهرها. في ناس بيحبوا يحطوا ايد اللي هي المكان او السايد اللي انت هتعمل له بلبيشن وبعدين الايد الثانيه. انا بيرسونالي بحب احط الايدين الاثنين مره واحده واحس الاثنين بريست دي ما تفرقش يعني انا احب الاثنين مره واحده عشان يبقى في سيمترايزيشن وايل ام دوينج بلبيشن دي حاجه ما تفرقش معانا. لكن وضع اليد فوق الراس ده مهم ده ماست سواء حطيت وان هاند اللي هي هتحس فيها المكان او البوث هاند. ليه؟ لان وضع الايد فوق الراس او تحت الراس او ورا الراس بيسبريد البريست تيشو. فاهمين يعني كلمه سبريد ات وده بيخليك افضل في البلبيشن وافضل للوكاليزيشن اوف بريست لامب في اني كوادرنت. انت بقى عايز تعمل بلبيشن باي ذا فلات اوف يور فينجرز فلات اوف يور فينجرز ما قلتش البلب وما قلتش التيب اوف يور فينجرز اوكي بالفلات اوف ماي فينجرز دي هعمل بلبيشن باي سلايت روكينج موفمنت اوف ايتش بارت اوف ذا بريست اجينست تشيست وول وهعمل الحكايه دي يا اما ان سيركولار مانر يا اما ان رادييتنج مانر يا اما ان اب اند داون مانر وات ايفر ات يعني بريفير تو يو اي دونت كير. المهم عندي دونت ميس ابارت لكن مشهور عندنا كلنا السيركولار مانر وخليك في السيركولار مانر عشان ما تبقاش شاذ عن اي حد تاني في اثناء الامتحان. هاو ميني سيركل اي ويل دو اي دونت كير 2 سيركل 3 سيركل 4 سيركل اي دونت كير. المهم ان انت ايه تكفر البريست تيشو كله وايه دونت ميس ابارت حسب حجم البريست. طيب لو البريست ده يعني مودريت سايز فبالوضع بتاع الست بالشكل ده مش اخد الكون شيب. في الحاله دي هجيب مخده واحطها مش هنا جنب ورا الكتفين لا هحطها ورا كتف واحد. الكتف ده هيروح عالي شويه والبريست هيتعادل كون شيب فاقدر اعمل بلبيشن ليه واروح شايل المخده وحاططها الناحيه الثانيه واعمل بلبيشن للبريست الثاني. طبعا هبتدي بالبريست النورمال الاول. طيب لو البريست بندولس فيري بندولس فيري هيوج يا اولاد لدرجه ان حتى بحط المخده برضو بيقع وشكله مش بيبقى كون هنا هعمل موديفايد ميثود اوف بلبيشن اوف ذا بريست. ايه بقى الموديفايد ميثود اوف بلبيشن اوف ذا بريست؟ ده الكلاسيكال اللي احنا نروح مقعدين العيانه وبنخليها ليننج فورورد يعني توطي لقدام وهخلي ايدي الشمال تتحط خلف البريست بتاعها اللي هو البندولس اللي هو الواقع ده وايدي اليمين تعمل بلبيشن اجينست ماي اذر هاند مش اجينست تشيست وول. بقى هنا دي البلبيشن دي يعني بايخه ووحشه ومش مفيده ووحشه قوي 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 هقول لكم 60,000 ديس ادفانتج لها لكن هي مغصوبه عليا في الوضع ده. دايما يا اولاد لو عندك موديفايد ميثود هتلاقي فيها عيوب لانها لو موديفايد ميثود دي كانت حلوه ايه اللي خلاها موديفايد؟ فكر كده شويه لو كانت حلوه ولو كانت من غير عيوب كنا نخليها ايديال ميثود ما نخليها كلاسيكال ميثود ايه اللي خلاها موديفايد؟ وكذا. لو لقيت لم حضرتك على طول هتركز في ايه؟ ها؟ السايد بتاعها اكزاكتلي مش لازم تكون في وان كوادرانت يعني كلكم تقولوا ايه يا دكتور انا مش شايف ان هي في الابر اوتر انا شايف في اللور اوتر. يا سيدي ممكن تكون في الابر اوتر اكستندد تو ذا لور اوتر مفيش مشاكل يعني مش لازم كوادرانت واحد. خلي بالكم من حته اسمها ريترو اريولر او سنترال. خلي بالكم من التيل اوف ذا بريست الشيب بتاعها السايز بتاعها السيرفيس الايج كونسستنسي والفيكسيشن ده نوصفه بريسايزلي لو تسمحوا.
بلاش البالبيشن بالتيب اوف ذا فينجرز، وان كان يمكنك استخدام التيب اوف ذا فينجرز بعد ما تعصر على الماس بالفلات اوف يور فينجرز تو ايدنتيفاي ذيس انفورميشن. فهمتوا الكلمه؟ يعني انت عثرت على اللم بالفلات اوف فينجرز، يمكنك في هذه اللحظه تثني ايدك شويه علشان تعرف السايز بتاعك اكزاكتلي، فهمت قصدي؟ السيرفيس الايدج وات ايفر. لكن ان انت تستخدم التيب اوف ذا فينجرز من البدايه هتوقعك في مشاكل. ليه بقى؟ لان النورمال بريست لو حسيته بالتيب اوف ذا فينجرز هتلاقي فيه لمس وهو ما فيش لمس اصلا. اكزاميشن اوف اكزيلا، انا اسف اني اتاخرت شويه هنا لكن انا هنقولها بالتفصيل لان ما قلناهاش بالتفصيل المره اللي فاتت. Examination of the axilla بيحصل ازاي while the patient is sitting up افضل، تمام؟ العيان بتكون قاعده وانت مواجهها يعني في وشها، تمام؟ ما تنساش تعمل inspection of the axilla very rapidly كده، هو مش بتفاصيل يعني، لان لو لقيت حاجه او لقيت مثلا infected sebaceous cyst يبقى غلط انت تحط ايدك يعني وتفعص لان هي هتبقى تندر. يبقى في انسبكشن، ده الدكتور الشاطر انسبكشن يعمله في 3 4 ثواني، ماشي خلاص الباكسيلا فاضيه ما فيهاش اي حاجه، الهيد كويس، السكين ما فيش موجود، تمام. طب البالبيشن بقى اللي هو المين اكزامينيشن اوف ذا اكزيلا، اعمل احنا بنعمل بالبيشن ليه؟ بنعمل بالبيشن في محاوله لمعرفه هل في ليمف نود انلارجمنت في الاكزيلا ولا لا. خلاص يبقى الهدف واضح. طيب الاكزيلا عباره عن بيراميدال شيب سبيس، ليه فور وولز وليه بيز وليه ايبكس. الفور وولز بتاعته الانتيريور انتيريور اكزيلي فول متكون من بوتراس ميجر وماينور. البوستيريور وول بتاع البيراميد ده اللي هو البوستيريور اكزيلي فول متكون من اللاتسماس دوساي والتيرس ميجر وماينور. الميديال وول متكون من الشيست وول. اللاترال وول متكون من الارم. البيز بتاعت البيراميدز متكون من هير سكين بتاع الانسان ده او الست دي. الايبكس مش نقطة ولكن هي منطقة، شفتوا الكلمة؟ منطقة بين ثلاثة بوني بارتس. ايه الثلاثة بوني بارتس؟ لو السهم هيبان عندكم، انا مش عارف السهم بيبان، اهو السهم بيبان عندكم. ايه الثلاثة بوني بارتس دول؟ الكلافيك اللي قدام، والفيرست ريب ميديالي، والابر بورد اوف سكابلا ورا. الاريا دي هي الايبكس بتاعت الايه؟ الاكسل. اوكي، يبقى كده عرفنا السبيس ده. وسط السبيس ده في شويه لوس ألبر تيشو امبيدد فيهم ليمف نودز. ليمف نودز في حجم كده الحمص او الفول السوداني، موجودين في جروبس. الجروبس دي ما اظنش ان هي مرسومه هنا، مرسومه في ال يعني الجروبس مرسومه كويس قوي في الاوبريشنز، لكن هنا هنشرحها ما تقلقوش، بس لازم تعرفوا ان الجروبس دي نوعين من التقسيمه. في تقسيمه اسمها اناتوميكال جروبس، اناتوميكال، وفي تقسيمه اسمها سيرجيكال جروب اوف اكزيلا ليمف نود. الاناتوميكال بيتقسموا لانتيريور وبوستيريور ولاترال وسنترال وابيكال، مفيش ميديال، مفيش ميديال جروب. والسيرجيكال بيتقسموا ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 اكوردنج تو ريليشن ويز بيكتوراليس ماينور، تحت البيكتوراليس ماينور ليفل 1، ورا البيكتوراليس ماينور ليفل 2، فوق البيكتوراليس ماينور وميديالي يبقى ليفل 3. حد فيكم يقول يعني يا دكتور اللي ليفل 1 هم الانتيريور واللاترال والبوستيريور والليفل 2 هم السنترال؟ الكلام ده غلط، ده حاجه وده حاجه. البالبيشن بيتم بالاذر هاند، يعني الست دي انا عايز اعمل بالبيشن للرايت اكزيلا بتاعتها، بحس ناي ليفت هاند وفايس فيرسا. اوكي، مهمتي الهاند الثانيه بتاعتي بقى، يعني انا دلوقتي بستخدم مثلا في الصوره اللي تحت دي بستخدم ماي رايت هاند ان بالبيشن. ماي ليفت هاند مهمتها ايه؟ مهمتها ان تشيل الدراع ده بحيث ان هي تقلل التنشن بتاع المصل دي، تعمل سوفتنينج بحيث ان انا احس احسن. ان انا بقى اشيل الدراع دي باي طريقه، طرق كثيره. دكتور جلال بيحس بان دراع العيانه يتحط على الفور ارم بتاعه. دكتور حسن بيحب يمسك الارم بتاع العيان ويشيله بدل منه. دكتور اخر بيحب ان الهاند تبقى فوق الكتف موقفاه والدراع نفسه بتاع العيان فوق كتفي انا، فوق كتف الاكزامينرز. كلها طرق ما يهمنيش تفاصيل، بس يهمني البرنسبل اللي افهمه لكم، ان انا بعمل ريلاكسيشن للمسلز علشان احس كويس. احس ايه بقى؟ احس لو لقيت
في لم اشوف النمبر بتاعها سوليتري ولا مالتيبل، السايز بتاعها هل تندر ولا لا، الكونسيست بتاعتها دايما انفلاماتوري بتبقى فيرم، دايما الماليجنت بتبقى هارد، دايما الماليجنت ما بتبقاش تندر، الليمفات بتبقى تندر، الموبيلتي بتاعتها الماليجنس ممكن تكون فيكس. الماليجنت المفروض بتبقى هارد بينلس موبايل في الايرلي كيس وفيكسد في الليت كيس. ادي الشكل بتاعها. Absence of bulbable lymph node does not exclude cancer. نقرا الجمله دي تاني. Absence of bulbable lymph node does not exclude cancer. طبعا هقولها لكم بطريقه افضل. Absence of bulbable lymph node clinically does not exclude involvement of the axillary lymph node by malignant cells. يبقى الكلينيكال حاجه وتحت الميكروسكوب حاجه. وهنعرف في التريتمنت حتى لو انا مش حاسس ليمف نود في الاكزيلا لازم اكشف على الليمف نود بالاكزيلا في حاجه اثناء العمليه هنشوفها. اخر حاجه ما تنساش اعمل اكزاميشن في ار وبالبيشن فروس كون جول والليت كيس لوك فور ليمفديما. بص على الايد بتاعت العيانه لو شكيت ان الايد دي اكبر من الايد دي هات مزوره وقيس الار هنا والفور ارم هنا. تمام. كلينيكالي لازم اكشف على الميتاستاسيز لو باك بين وتندنس هعمل بيركشن على اللامبر ريجن ولو كان في تندنس هشك ان في ميتاستاسيس سيفير بون ايك وتندر او باثولوجيكال فراكشر هشك ان في ميتاستاسيس كف وهيموبتسيس وبلور افيوجن هشك ان في لانج ميتاستاسيس نيورولوجيكال سيمتومز ضعف او احساس او ضعف موتور او اي نيورولوجيكال سيمتومز هشك ان في برين ميتاستاسيس ليفر ميتاستاسيس زي اسايتس او كروكن بيت تيومرز كل ده في الكلينيكال. تخيلوا ان كل اللي فات ده خلصنا الكلينيكال تعال نروح للايمجينج. بقى احنا بنقول لكم بالتفصيل الممل لان انتوا يعني اي واحد يعني اكبر منكم او اخصائي بتاع كده هقوله بسرعه جدا لكن انا بقول لكم بالتفصيل الايمجينج ينكون من ماموجرام. الماموجرام ده شكل الماموجرام جهاز الماموجرام بيتاخد بتو فيو. الفيو الاولاني كفاله كودل كفاله كودل وبيتسمى سي سي حرف سي ثم حرف سي وبيتسمى رايت او ليفت. ليه بنفعص البريست؟ ليه بنفعص البريست؟ بنفعص البريست علشان اللهم صل على سيدنا محمد علشان نخليه مور فلات. كون ان هو مور فلات بيخلي الراديشن الاكس ريز اللي هي معاه جواه ما بيحصلهاش ديسبيرشن فالصوره تبقى اوضح ما تبقاش هيزي. في حاجه اسمها سكريننج ماموجرام يعني الناس مش مشتكين من حاجه جايبينهم من الشارع كده ال1001 الست ماشيه في الشارع هنعملها سكريننج ماموجرام. في حاجه اسمها دايجنوستيك ان سيمتوماتيك وومن والفيو بتاعه كرينيو كودال او ميديو لاترال وساعات بنحط اديشنال فيو اسمه اوبليك. السنسيتيفيتي بتزيد مع الايدج. يعني ايه؟ يعني الست اللي عندها 70 سنه الماموجرام مور سنسيتيف ان هو يديتكت abnormal lesions عن الست اللي عندها 40 سنه على الست اللي عندها 20 سنه وهنعرف ليه. لان الست اليونج ايج البريست بتاعها بيبقى دنس. دنس يعني مليان جلاندولار تيشو اكتر من الفات سيلز. الست الكبيره في السن شويه الجلاندولار تيشو حصل لها انفوليوشن والفات سيلز زاد فبقى مور ترانسلوسنت فبقى ان الست اللي هي اليونج ايج دي اللي هي دنس بريست فيري ديفيكالت to find or interpret a mass in her breast. لكن الست اللي عندها 35 سنه فما فوق بيبقى سهل ان انت تديكت البريست لام فيها. فيبقى ان احنا ممنوع ان احنا نعمل ماموجرام لاي ست تحت 35 سنه ده ريلاتيف مش ابسولوت. ليه؟ لان احنا فيري ديفيكالت تو انتربريت بس اي كان انتربريت سام تايمز. فهمت الكلمه؟ النقطه اللي وراها دي حاجه ليكم يعني لازم تفهموها. برضه مش ابسولوت. في ستات عندها 26 سنه 27 سنه متجوزه عندها اربع عيال الاربع عيال رضعتهم. الست دي البريست بتاعها ماتيور مش فيرجن يعني البريست بتاعها لو عملت له اكس راي هيطلع شبه ده مش هيطلع شبه ده. فهو الموضوع مش ابسولوت لازم انت وانت بتحس البريست لو انت جراح هتحس البريست ده ينفع يتعمل له ماموجرام ولا ما ينفعوش يتعمل له ماموجرام او مفيد. هي مش ينفع مفيد انه يتعمل له ماموجرام ولا ما ينفعش ولا مش مفيد. الكلام الاخير ده اشطبوه من دماغكم شويه لغايه ما تنجحوا لغايه ما تنجحوا لان الاندر جراديوت انتوا مطلوب منكم ان اي ست تحت 35 سنه ما يتعملهاش مش ما يتعملهاش الماموجرام عملوا لها تضيع فلوس وتضيع وقت ومش هيحصل في جود انتربريتيشن. ليه هي الجمله دي
امتى اعمل انديكيشن للماموجرام؟ ده الاهميه بتاعت الماموجرام، هي مكتوبه انديكيشن بس الاهميه راديولوجيكال فيتشرز اوف بريست لامب، يعني انا عندي بريست لامب كلينيكال هشوف بقى راديولوجيكال ايه الفيتشرز بتاعتها، الريجولار ولا ساتلايت شيب ولا انفلتريتنج سراوندنج، هشوف لو ما فيش لو في ماسز مش بالبل، يعني بمعنى ان انا حاسس لامب في الرايت بريست، لما اعمل الماموجرام بايلاتري لازم اعمل بايلاتري، لقيت ماس ثانيه في الليفت بريست او لقيت ماس ثانيه في الرايت بريست انا مش حاسسها، وايفالويت ذا اذر سايت. السكرين ات ريجولار انترفال ان هاي ريسك جروب، مين الهاي ريسك جروب؟ الست اللي كان عندها كانسر بريست قبل كده، كل سنه تعمل ماموجرام وتوريهولي. الست اللي عندها بوست فاميلي هيستوري جامد، كل سنه تعمل ماموجرام وتوريهولي عند الايدج اللي جالها كانسر بريست قريبها. تمام؟ جنرال سكريننج بروجرام، جنرال سكريننج بروجرام يعني الست اللي عندها براكا 1 وبراكا 2 بوزيتيف دي لازم تعمل عند الايدج اوف 30 فان فوق، تعمل 35 فان فوق تعمل ماموجرام كل سنه وتوريهولي. جنرال سكريننج بروجرام ده مفيد جدا 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 في ديتكت كانسر بريست ان ايرلي ستيجز، وفي البلاد المتقدمه عشان كده بيعالجوا الايرلي كانسر بريست اكتر من الليت، بس برضو ما تتشائموش قوي لان الجنرال سكريننج بروجرام جنرال يعني البوبيوليشن كله بيتعمل سكريننج بروجرام، مش موجود في العالم كله في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي كلها الا في تسع دول، باقي الدول مش قادرين يعملوا جنرال سكريننج بروجرام، بيكتفوا بالهاي ريسك جروبس. ديتيرمن وير بايوبسي از تو بي بيرفورمد في النون بالبابل ماسز، الماموجرام مفيد لكده. النهارده وانا بدي الدرس قروا ريبورت بتاع ماموجرام، فراح كان مكتوب فيه بايرادز 5، فراح واحد فيهم رفع صبعه وقال لي يعني ايه بايرادز يا دكتور؟ رحت رديت عليه قلت له هرد عليك بالليل لان دي نقطه نظريه وما بحبش اضيع درس الكلينيكال في نقاط نظريه. ايه حكايه بايرادز؟ بايرادز هو بريست اندكس راديولوجيكال سيستم، تمام؟ BID اختصار لكلمه RAD راديولوجيكال واس سيستم. يعني وجدوا ان الراديولوجيست في الدنيا كلها واحد فيهم بيوصف الماس ان هي ريجولار، واحد ثاني بيوصف اللي هي سبيكيوليتد مارجن، واحد ثاني بيوصف ان هي ساتلايت شيب، واحد ثاني بيوصف ان هي ستار شيب، فلقوا نفسهم بايخين كل واحد فيهم بيوصف بطريقه، فاتفقوا مع بعض قالوا بص احنا هنتفق هنكتب بايرادز يا اما بايرادز زيرو يبقى انكمبليت او I cannot detect any abnormalities، رغم ان الجراح او الفيزيشن اللي بعت العيان بيقول لي في لامب، ورغم ان انا كراديولوجيست حاسس لامب بايدي ومش شايفها بالماموجرام، هنا اكتب زيرو، وزيرو ده غير مطمئن، زيرو غير مطمئن. لو لقيت كل الفيتشرز اللي انا عاملها في الماموجرام نورمال هكتب واحد، ده بايرادز 1. لو لقيت حاجات لكن الفيتشرز بتاعتها بناين، يعني لقيت ماس شكلها بناين، لقيت سيست كل الكاركترز بتاعته بناين، هكتب اثنين بايرادز 2 بناين. تعالى نروح نجيبها من تحت بقى. لو العيان اللي جاي لي ده معروف ان عنده كانسر بريست وبروفد باي بايوبسي قبل ما يجي يعمل الماموجرام هكتب بايرادز 6. واحد فيكم هيقول لي يا دكتور يعني ايه العيان بروفد ورايح يعمل ماموجرام؟ اه يا سيدي بروفد بفايند اسبيشن اتعملت غلط الاول وبعدين الدكتور اكتشف انه غلطان وكان لازم يعمل ماموجرام فبعت يعمل ماموجرام. تمام؟ خمسه دي حلوه، خمسه ايه؟ واحد انت حسيت لمب فبعته يعمل ماموجرام. بايرادز 5 يعني الفيتشرز اللي شايفها الراجل ده الراديولوجيست ده كلها بتقول ده مالينجنت، كل الفيتشرز بتقول ده مالينجنت، يبقى هايلي سسبيشن مينز هكتبها بايرادز 5. لو بعض الفيتشرز بتقول انها مالينجنت يعني سسبيشس اوف مالينجنسي هكتبها بايرادز 4. اما ايه حكايه بايرادز 3 بقى؟ 3 دي بعض الفيتشرز بتقول مالينجنت وبعض الفيتشرز بتقول بناين، انا مش قادر كراديولوجيست احطها في الجنب ده ولا احطها في الجنب ده. نعيد تاني، يبقى لو الراجل ده جاب لي بايرادز 6 يبقى العيان ده انا بتعامل مع كانسر بيست من الاول، مفيش داعي لاثبات ان هو كانسر بيست. امال انا بعته ليه؟ بعته عشان اشوف مالتي فوكال ولا مالتي سنتريك، بعد اشوف عشان اشوف في ليمف نود انفولفمنت ولا لا، بعته ما هو لازم اعمل ماموجرام والترا ساوند، بعته عشان اشوف الاذر بريست ايه شكله ايه وضعه ايه في حاجه سبيشال ولا لا، بلا 6. اي واحد يجي لي ببايرادز 5 ده هايلي سسبيشس، او 4 برضه مع كلينيكال يبقى هايلي سسبيشس. اي واحد يجي لي 1 او 2 وانا حاسس كلينيكال ان هو بناين هعمله على انه بناين. باختصار كده
شكل بناين ليجنز. بتيجي ساعات في امتحان الراوند بتاعنا بجيب صوره كده واقول لكم دي بناين ولا مليجن بس. تمام؟ بناين ليجنز راوندد ويل ديفايند مالهاش سبيكيوليشن. مالجنت ليجنز اجلي هيتروجينس ساتلايت، شايفين كانه كراب. كلمه كارسينوما جايه من كلمه كراب، كراب اللي هو ايه؟ اللي هو ابو جلامبو ده، عشان شكل رجليه اللي طالعه لبره. طيب الترا ساوند، احنا قلنا الارم ده اللي هو الراديولوجي عباره عن ماموجرام والترا ساوند. الالترا ساوند هو اوبريتور ديبندنت لكن يوسفول ان يانج وومن ويز دنس بريست. يبقى في سؤال بيتقال في واحده ست عندها 22 سنه عندها بريست لام شكلها بناين، تطلب لها ايه؟ الاجابه الترا ساوند. اطلب لها ماموجرام؟ لا ما تطلبلهاش ماموجرام عشان عندها 22 سنه، عشان هيبقى دنس، هيبقى فيري ديفيكولت تو انتربريت. هو ده الاجابه. ديستنجوش سيست فروم سوليد ليجن، الالترا ساوند هو اشطر واحد في الحته، يعرف لك ده سيست ولا سوليد بالالترا ساوند. اتس اوبريتور ديبندنت، يعني اللي ماسك البروب هو اللي بيخلي المعلومات تيجي ولا ما تجيش، بان هو وضع البروب صح او الدايركشن بتاعه صح. سكرين تول ان يانج، لان اليانج مش هنعمل لهم ماموجرام. والترا ساوند اوف ذا اكزيلينف نود از بيتر تو اسيس ذان باي ماموجرام. جايدد بيركيوتينيوس بايوبسي ان موست اوف ذا كيسز، بجايد بالالترا ساوند الابره وهي داخله تاخد بايوبسي. يبقى دي فايده الالترا ساوند او فوائد منظر الالترا ساوند مختلف. ده سيمبل سيست كلير وحلو والول سين وكل حاجه. ده سيست ويز بابيلوما سسبيشس شويه. ده كومبلكس سيست سسبيشس يمكن انفكتد سيست. ده فايبرادنوما فيري ويل ديفايند ويز هالو اراوند. كل جروب 9 كيس مالجنت. تبقى بص بص الفرق مالجنت كيسز هيتروجينس ايرريجولار سبيكيوليتد ايدجز في اكوستيك شادو نتيجه السوليدتي بتاعتها. كل ده في المالجنت. طيب ماجنتيك ريزونانس كلمتين هنا على ام ار اي اوف ذا بريست. الام ار اي اوف ذا بريست مش روتين في التريبل اسسمنت، مش روتين في التريبل اسسمنت، عشان السؤال الام سي كيو لما يجي تريبل اسسمنت انكلودنج واحط ام ار اي اوعى تختار، او اكتب لك ام تريبل اسسمنت انكلودنج ذا فولوينج اكسبت واحط ام ار اي اختار. الام ار اي ليه سبيسيفيك انديكيشن، ليه سبيسيفيك انديكيشن فين؟ في واحده ست عامله سكار قبل كده، يعني عامله بريست كونسيرفنج سيرجري قبل كده مثلا، او عامله مالتيبل بريست سيرجري قبل كده، تفرق لي الحاجه اللي حاسسها دي فايبروزس او سيكولي اوف ذا بريفيوس اوبريشن ولا ده نيو ليجن. بيست ايمجينج موداليتي ويز امبلانتس، لو الست دي حاطه امبلانتس اللي هو السيليكون امبلانتس والحاجات دي. سكرين تول ان هاي ريسك يانج وومن، يعني هاي ريسك واحده بنت عندها 20 سنه، امها وخالتها وبنت خالتها وجدتها عندها كانسر بريست وعندها بركه 1 وخايفه على نفسها جدا جدا جدا، هتروح تعمل اشعه، هقول لها الماموجرام مش هيبين قوي، لو عملت ماموجرام مش هقدر اشوف في حاجه ابنورمالتي تحت الدنس تيشو ده ولا لا، هعمل لها ام ار اي. ليس يوسفول ان اكزيلا، ليس يوسفول ان اكزيلا. يبقى ده الام ار اي كلمتين عليه، وده شكل الام ار اي بيبقى شكله كده، لو جالك صوره تقول لك دي، وده شكل البريست سيست في الام ار اي، وده شكل الريجولار ماس في الام ار اي. لازم تلاحظوا ان الام ار اي ليه تو كونتراست، او يعني انجكشن يعني بري كونتراست اند بوست كونتراست، ويفرق الفلو اوف بلاد لها ممكن يتحدد بالام ار اي. خلصنا الزراع الثاني للتريبل اسسمنت. الزراع الثالث اسمه باثولوجي سيتولوجي اند هيستولوجي. هل اعمل فاين نيدل اسبيريشن ولا اعمل كور نيدل بايوبسي ولا اعمل اوبن بايوبسي؟ حاليا في العصر اللي احنا عايشين فيه ده اوبن اكسجن بايوبسي قليله جدا 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 جدا، يعني نلجا ايه، انا بعمل حاله كل سنه مثلا، يعني مش هعمل اكتر من كده ابدا. زمان اساتذتي كانوا بيعملوا حالتين في اليوم، شايفين الكلام، في اكسجن بايوبسي، لان ما كانش فيه كور بايوبسي وما كانش فيه الترا ساوند كويس زي دلوقتي، وما كانش فيه باثولوجيست يشوف البايوبسي افضل زي دلوقتي. افضل حاجه ان انت تعمل الترا ساوند جايدد كور بايوبسي. افضل حاجه ان انت تعمل الترا ساوند جايدد كور بايوبسي، لان الالترا ساوند هيوجه لك الابره للمكان اللي انت عايز تاخد منه بالظبط. الفرق في الفاين نيدل اسبيريشن والكور بايوبسي، انتوا خدتوه في الباثولوجي، ده بيطلع سيلز وده بيطلع تيشو. ده طبعا الكور بايوبسي مور سنسيتيف مور سبيسيفايد، وممكن يتعمل له هرمون ريسبتور عليه. انواع الكور نيدل بايوبسي فري هاند، الفري هاند ده لو كان ايه الماس محسوسه وتحت ايدك على طول وشايف. الترا ساوند جايدد او ستيريوتاكتيك جايدد، تمام،
يعني ايه ستيريوتاكتيك جايدد؟ يعني بالمايموجرام، بس هنا بقى المايموجرام غريب شويه، هنخلي العينه تنام على وشها زي الام ار بي اي بالظبط، ونخلي البريست يقع في وسط هول كده، وبناخد الصوره والاوبريتور بيوجه الابره اندر مامجرام جايدنج. الاختلاف بين الديفرنت تايبس اوف بايوبسي، الفاينل اسبيريشن السبيسيفيتي بتاعتها عاليه لكن السنسيتيفيتي قليله، يعني ان هي تجيب لك جود بوزيتيف لكن مش جود نيجاتيف. ليز انفيزيف كويك، هي بيقولوا ليس بينفول، لكن طبعا دي ما بتعملش بينج الفايند اسبيشن، لكن الكور بايوبسي بتعمل بينج وكويك. لكن الكور بايوبسي 95% سنسيتيفيتي، 99% سبيسيفيتي، واللوكال انستيزا بتعمل بيها، فما تخافوش من ان هي توجع ولا حاجه. وبنعمل سكين انسيجن صغنن وندخل فيه الابره السميكه شويه، ومور هيستولوجيكال ديتيلز كان بي ديتكتد، اند اولسو وي كان ستين ذا تيشو باي اميونوستوكيمستري، ونعرف الاستروجين بروجسترون والهير 2 ريسبتورز. الاوبن بايوبسي كونسيدرد وين نيد الاندوكور بايوبسي فيلز اور باثولوجيكال ريبلز ايكويفوكال، يعني جالك الباثولوجيكال ريبلز من الكور بايوبسي بيقول لك يمكن انا مش متاكد، هتضطر تعمل اوبن بايوبسي. خلصنا التريبل اسسمنت، نعمل كلمتين عن الباثولوجي اوف كانسر بيست. باثولوجي اوف كانسر بيست، الجروس باثولوجي اهو قدامكم. الجروس عباره عن اجلي شاجي كات سيرفيس وذ بلجنج سيرفيس، ايريجولار هيتروجينس invading the surrounding structure. تحت الميكروسكوب لو عملت H and E staining هلاقي malignant cells اللي هي characteristic بانها تبقى ايه؟ بتبقى dark cytoplasm و dark large nucleus. Some of the cells show multiple nuclei due to excessive mitosis. كمان لازم نصبغ التيشو تحت الميكروسكوب بimmunohistochemistry عشان اشوف الـ ER والـ BR والـ HER2 وهنشوف فيه. ايه حكاية الهرمون الريسبتورز دي بقى؟ زمان كانوا بيقولوا كل الكانسر الباثولوجي بتاعه كانسر بيست وخلاص. وجدوا ان في عيانين اعالجهم يعيشوا بال 20 وال 30 سنه كويسين، وعيانين تانيين التيومر اكبر سايز والليمف نود اكتر انفولفمنت او اقل، سوري اقل، وبعد سنه ولا سنتين يجي لهم ريكرنس بسرعه. ابتدوا بقى يبحثوا في السيلز نفسها بتاعت التيومر، في البيولوجي بتاعت السيلز، في السب تايبس هيستولوجيكال او باثولوجيكال. وجدوا ان في حاجه اسمها هرمون ريسبتورز. نورمال بريست سيلز في ريسبتورز كده على السيرفيس للاستروجين بروجسترون، لان البريست بتاع حضرتك ده اندر كنترول اوف فيمينين هرمونز. وجدوا ان الكانسر سيلز الريسبتورز دول بيزيدوا، عددهم بيكتروا جدا، و عملوا سيريز او فكروا ان كثره الريسبتورز دول هي اللي بتتاثر بالاستروجين بروجسترون بتاع الست سواء اندوجينس او اكستروجينس، وبيخليه المالتيبليكيشن والميتوزيس يزيد ويحصل انيشيشن اوف كانسر. وجدوا كمان حاجه تانية غير الهرمون ريسبتورز، حاجه اسمها هير 2 نورمال بريست شكله كده، لكن هير 2 في الكانسر بريست ممكن يكون very 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 enriched present، وده هيزود الاستيميوليشن. لو جبنا بقى دواء اسمه انتي هرمونال وجه قفل الريسبتورز دول، او دواء تاني تارجت اسمه ريسبتور وقفل الريسبتورز دول، يبقى منعنا الاستيميوليشن اوف مالجنت سيلز ان هي تو ملتيبلاي. اخر ريسبتورز بندور عليه بحب ندور على استروجين ريسبتور، بروجسترون ريسبتور، هيرتو ريسبتور. الرابع اسمه كاي 67، وكاي 67 مش ريسبتورز، كاي 67 ده بروليفريتنج اندكس، يعني لو قليل يبقى التيومرز ده لو بروليفريتنج، لو هاي يبقى هاي بروليفريتنج. دي طريقه الستيننج بتاعت الهرمون ريسبتورز بتاعت الاي ار والبي. كل ما يكون البراون ده اكتر دنس واكتر، وهم في الباثولوجي لهم ديجريز، يعني لهم ديجري ده 1 بوزيتيف 2 بوزيتيف 3 بوزيتيف. اللي كان بيقرا ريبورت النهارده في الراوند كيك كان معايا، لانه كان 3 بوزيتيف او 7 على 8 ده اندكس لهم بيقولوا له بوزيتيف ولا نيجاتيف. لو جبنا كل الكانسر بيست كيسز كده ووديناهم معمل باثولوجي، هيلاقوا ان الاي ار والبي ار بوزيتيف في 70% من الحالات، وان الهير 2 بوزيتيف في 15% من الحالات، وان في 15% من الحالات سلبي سلبي سلبي، يعني 3 سلبي
اسمه تريبل نيجاتيف. تريبل نيجاتيف وده خطير. ليه خطير؟ وحش بجنوز بتاعه وحش ومعيش سلاح حرب، لان ده معايا سلاح اسمه انتي هرمونال وده معايا سلاح اسمه انتي هير 2 اسمه ريسبتن وده معيش سلاح. بسرعه كده بحقسمه الكانسر بريس تحت الميكروسكوب لكلمه اليومنال ايه اليومنال بي هير 2 اوفر اكسبريشن وتريبل نيجاتيف. الجدول ده اعلى من مستواكم شويه، ولكن يعني خدوا منه حاجات بسيطه، ان اليومنال ايه ده عباره عن اي ار بوزيتيف وبي ار بوزيتيف وهير 2 نيجاتيف، وده احلى حاجه، ده افضل بروجنوزز، بس كده مش عايزين اكتر من كده لكم. ان التريبل نيجاتيف ده اوحش بروجنوزز، تمام؟ ان الهير 2 انريتشد برضه باد بروجنوزز لكن عندي سلاح بعالج بيه. ان اليومنا البي اوحش من اليومنا الاي شويه، كفايه قوي 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 فول ستوب، ما تشغلوش نفسكم لاي حاجه ثانيه. نفس الكلام اليومنا الاي بيبقى اي ار بوزيتيف وبي ار بوزيتيف بيبقى هير 2 نيجاتيف بيبقى لو كاي 67. اليومنا البي زيه بس هاي كاي 67 او هير 2 بوزيتيف. الهير 2 انريتشد اي حاجه مع هير 2 بوزيتيف والتريبل نيجاتيف الثلاثه سلبيه. هرمون ريسبتور بوزيتيف بريست كانسر، هنا بقى ازاي بعالجه؟ هنا ازاي بعالجه؟ ادي الريسبتور، اروح جايب دواء، الدواء ده يبلوك ريسبتور، فيجي الاستروجين بالصون العاديين يجوا يستيميوليت يلاقيه بلوك. يعني ده النورمال سيلز الاستروجين بالصون بتاعك اللي ماشيين في جسمك يجوا يستيميوليت. اجي انا اديك دواء لونه اخضر كده واروح مديهولك يروح بلوك ريسبتورز، فيجي الاستروجين بالصوم بتاع الست اللي هو بيمشي في جسمها اللي هو موجود عندها يجي يستيميوليت سيلز وتقول له لا دونت ستيميوليت. يبقى ده انتي هرمونال ثيرابي، والنطق الصحيح لها انتي هرمونال ثيرابي، مع ان معظم الناس بينطقوا هو هرمونال ثيرابي. انا كده خلصت الجزء الاول الكلينيكالي، والجزء الثاني ستيجنج وتريتمنت. نشوفنا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. اللي بيحصل دلوقتي ان طبعا تو ايدنتيفاي يور سيلف، فاهم نفسك ان انت دكتور وان انت عايز تكشف عليها، بيسالها انهي سايد، قالت له الشمال هو اللي فيه لام. استاذنها ان هو هيعمل كشف اللي هو كونسنت اللي هو اورال كونسنت وهي وافقت. اوكي. قال لها ان انت لازم تقلعي هدومك كلها وان انت تحطي نفسك في الملايه وتبقي نيكد فروم ذا امبلايكس ابورد. هو قلت له اوكي تمام. هنا هنعمل انسبكشن وايل ذا بيشنت از سيتنج اب. الانسبكشن الايتمز بتاعته اهي، ممكن اوقف هنا عشان تشوفوها. اسيمتري، سويلنج، ماسز، سكين تشينج، نيبل تشينجز. ممكن ترفعي ايدك لفوق، رفعت ايدها لفوق، ممكن تحطي ايدك في وسطك وتضغطي، حطت ايدها في وسطها وضغطت. اي رفعت ايدها لفوق وحطت ايديها في وسطها، وفي نفس اللحظه انا بعينيا بلاحظ اي تغير. هوقف هنا شويه علشان اشوف ايه التغيرات اللي انا شايفها. التغيرات اللي انا شايفها، شايف اللور اوتر كوادرنت بيحصل له ريتراكشن شويه. ملاحظ ان انا في هنا ريتراكشن اوف ذا نيبل. ملاحظ ان في هنا كراستنج اوف ذا نيبل. ممكن نرجع الحته دي وعينيكوا تبتدي تشوف الابنورمالتيز. حطي ايدك فوق، حطي ايدك في وسطك، بيبين الاشياء دي مور. الموضوع ايفيدنت مور ريتكشن. والاريا الاوتر دي لور في سكين تشينجز. اخر حاجه ان هو يخليها كلين فورورد، دي بعض في بعض الحالات الريتراكشن بيبان اكتر بالموضوع. هنا هيقول لها نامي بقى فلات ايدك ورا ظهرك، وهنكشف على النون كومبليننج بريست فيرست. هي كومبلين بالليفت بريست. اوكي هيعمل ايه؟ هوقف هنا شويه عشان تقروا. انشور تو اكزامين اول فور كوادرنتس اوف ذا بريست تيشو using a systematic bulbating technique. نكمل بقى.
حكايه ان هو بينط ايده من جنب لجنب دي هتعملوها في بدايه حياتكم، وبعد كده هتتعلموا ان انتوا تلفوا على طول بسرعه وتشوفوها. كام سيركل؟ اي دونت كير. 2 3 4 بالبيت ذا بريست تيشو اجينست ذا تشيست وول يوزنج ذا فلات بالمر سيرفيس اوف يور فينجرز. كلنا اتفقنا على هذا الكلام. Noting any masses or areas of tenderness. Okay. مفيش superficial bulbation of the breast. By the way. Bulbate the axillary tail. الحتة دي حتى لو هي ما عندهاش قص وحاجة كده بنقول للعيال بنسألها. أنت عندك أي حاجة بتعمل؟ ولو قالت أيوه أنا عندي، قول للعيانة حاولي تنزلي لي الحاجه دي، يعني خلي العيان هي اللي تسكويز، خلي العيانه مش انت اللي تسكويز، اتفقنا؟ خلاص، هنا هيغير بقى الايد الثانيه عشان يشوف الكومبليننج بريست وسيم بالبيتنج تكنيك. ما تنساش ان في حته ورا الاريولار نيبل عملها اول حاجه. If the mass is detected, ensure to complete bulbation of the entire breast before concentrating on a mass and then ليه؟ لان ممكن يكون في واحده ثانيه او واحده ثالثه، وبعد كده ارجع بقى للماس اللي انت عارفها وشوف الكاركتر بتاعتها، اللوكيشن. بص ابتدى يستخدم صابعه ليه؟ عشان يشوف الماس نفسها قد ايه والكونسيستنس بتاعتها وهل فلكتيونت ولا لا وموبيلتي بتاعتها، وده الفلكتيوشن واضح جدا ما بيعمله. اوكي؟ حط ايد العيانه في وسطها استاذنها هيعمل اكزامينشن للانسل، يعني هيعمل اكزامينشن للنورمال سايد فيرست بايده الثانيه، بيشوف البريكيال، بيشوف الانتيريور اهي، كل ان هو بيشوف البوستيريور. ده تكنيك فاهمين انت شوف الاند الثانيه الكاونتر الكونترا لاترال هاندز هي اللي بالبيت. هنا برضه هنا هيحس السوبرا كلافيكولار بوث سايدز، انفرا كلافيكولار الاول بيحسها وبعدين هي انفرا كلافيكولار وبعدين سوبرا كلافيكولار ان بوث سايدز. كل ان هو يكمل للنيك انا مش شايف ان هي ليها اي فايده. شكرها وقال لها ستيشن بريست كانسر. What is needed for؟ ليه بنعمل staging؟ ويعني ايه staging؟ staging يعني بالعربي كده مدى انتشار المرض في جسم الانسان. How much it spread؟ مهم جدا البروجنوسس. دايما العينه بتيجي تسالك هو انا في مرحله كام يا دكتور؟ هو انا في مرحله متاخره؟ وجد ان كانسر بريست ستيج 1 الاوفر اول يير سرفايفل لل 10 years مش 5 years over 90%. مع المقارنه بستيج 4 بتبقى 10 years survival 10%. شايفين الفرق؟ كمان تفرق في المانجمنت. ايرلي كانسر بريست هعمل سيرجري الاول وبعدين هديله ادجفنت سيرابي. طب ادفانسد بريست كانسر ستيج 4 هعمل له باليتيف كيمو راديو او سيرجري او هرمونال وكله ايكوال لان كله مش افكتيف ان كيور. في تايبس اوف ستيجنج، في مانشستر كلاسيفيكيشن وده اقدم واحد وذا موست سمبلست، لكن السمبلست بتاعته هي اللي مخليها وحش. وفي تي ان ام كلاسيفيكيشن، في واحد انا كاتبه بالابيض وقاصد ان اكتبه بالابيض عشان ما تشوفوهوش، علشان ما تقروهوش، علشان ما تحفظوهوش، علشان ما تجيبوش سيرته خالص. كان يا ما كان بيستخدم ومفيش حد ابدا 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 بيسال فيه. كمان لازم نعرف ان الكلينيكال ستيجنج حاجه والاوبريتيف ستيجنج حاجه والباثولوجيكال ستيجنج حاجه. يعني ايه؟ العيان دي اسمها سعاد، هي العيانه اللي اسمها سعاد كلينيكالي انا حاططها ستيج تي 1 ان 0 ام 0. اثناء العمليه انا شفت ليمف نود انفولفد بعينيا فبقى اوبريتيفلي هي تي 2 ان 2 ام 0. بعد ما طلع الباثولوجي ريبورت وفحصوا الليمف نودز اللي انا كنت شايفها بعناية كبيره طلعت مش ما فيهاش مالينيا سيلز، فتحول الباثولوجيكال ستيجنج بتاعها. وكمان التيومر سايز كنت شايفه ان هو 2 سم طلع 3 سم، فتحول لتي 3 او باي اي واي يعني، وان 0 رجع تاني وام 0. بمعنى ان نفس العيانه لها كلينيكال ستيجنج ولها اوبرت ستيجنج ولها باثولوجيكال ستيجنج، لكن كل واحده فيهم تجوب بالاخرى.
يعني الاوبرتيف يجوب بالكلينيكال والباثولوجيكال يجوب بالستيجنج. فهمت النقطه دي عشان ما تلخبطش. مانشستر اللي هو ذا موست سمبلست وان كان بيقول لك لو البريست ما فيهوش حاجه ومفيش حاجه في الاكزيلا ده ستيج 0 من الست النورمال يعني، او الست عندها كارسينوما انسايد. ستيج 1 في لمب في البريست موبايل، ستيج 2 في لمب في البريست موبايل وفي لمب في الاكزيلا موبايل، ستيج 3 اي اللمبين فيكسد يا دي يا دي، ستيج 4 ميتاستاتيك. سمبل قوي، وكون ان هو سمبل قوي مش مفيد ولا في الريسيرش ولا في البروجنوزس. اما المفيد في الريسيرش والبروجنوزس هو التي ام ام، وهو ده اللي شغالين بيه على طول. التي ترمز للتيومر سايز، الليمف نود انفولفمنت والميتاستاسيس. التيومر سايز تي 1 اقل من 2 سم، تي 2 من 2 ل 5 سم، تي 3 اكثر من 5 سم، تي 4 يا فيكسد للشيست وول يا اكستنسيف كانسر انكيوراس في الانتيريور شيست وول. الليمف نود ان 0 نو ليمف نود ميتاستاسيس بالبيتد لو انا كلينيكال. ان 1 ميتاستاسيس تو ابسيلاترال موبايل ليمف نود، ان 2 ميتاستاسيس ابسيلاترال فيكسد ليمف نود تمام، ان 3 سوبرا كلافيكولار ليمف نود انفولفمنت. ميتاستاسيس يا اما ام 0 نو ايفيدنس اوف ميتاستاسيس، ام 1 في ايفيدنس اوف ميتاستاسيس. نقطتين هنا، محدش فيكم يروح يقول لي تي 1 اي تي 1 بي، محدش فيكم يروح يقول لي تي 2 اي تي 2 بي، دي حاجات سو سوفيستيكيتد لينا احنا مش لكم. محدش يضحك عليكم ويقول لكم دكتور جلال بيسال في الحاجات دي، دكتور حسين بيسال في الحاجات دي، دكتور محمود بيسال في الحاجات دي. محدش بيسال في الحاجات دي. انت عندك السيمبلست ده تيومر سايز اقل من 2 سم، من 2 ل 5 سم، اكتر من 5 سم، فيكس تشست وول تي 1 تي 2 تي 3 تي 4. نفس الكلام هنا، سوبرا كلافيكولار ليمف نود اس تي ان 3. كونترالاترال ليمف نود، فاهمين ايه كونترالاترال ليمف نود؟ يعني ليمف نود في الاكزيلا الثانيه دي ميتاستاسيس، دي ام 1 دي ام 1 اوكي. ملحوظه ثانيه، لما حضرتك حد فيكم اساله على الستيشن في كانسر بريست ينطق لي تي والان والام، يعني يقول لي تي 2 ان 0 ام 0، ما يقوليش دي ستيج 2. اروح قايل له ستيج 2 يعني ايه؟ يروح قايل لي يعني تي 2 ان 1 ام 0. طب ما كنت بتقول من الاول وما تضيعش وقتي. معنى ذلك ان الجدول ده ملوش اي فايده. اجين الجدول ده ملوش اي فايده، الجدول ده ملوش اي فايده، نقولها 20 ميه. ده يتحفظ، ده ما يتشافش، كده هتنجح وتبقى زي الفل. بسرعه كده، ستيج 1 بيبقى تيومر صغير ومفيش اجزاء ليمف نود، يبقى تي ان 0 كل ستيج 1. ان 1 او ان 0 مع تيومر كبير شويه ده ستيج 2. ستيج 3 لوكالي ادفانسد، يعني ايه لوكالي ادفانسد؟ يعني الان كبرت بقت فيكسد، او التيومر كبر او اكستنسيف انفستيشن. الان 3 ده اسمه لوكالي ادفانسد، هنشوفها لوحدها. والستيج 4 ميتاستاسيس. في سلايدز بتقول لوكال ادفانسد هجيبها لكم، ما تقلقوش جاي. ننتقل لسيرجري، خلصنا الستيج سيرجري فور كانسر بريست. تمام، انا بدور لكم على لوكال ادفانسد حال موجوده. السيرجري فور كانسر بريست بينقسم الى سيرجري عشان تيكينج بايوبسي، وده قلنا ان هو انكم. ماستكتومي هنقولها بالتفصيل، ويعني ايه نشيل بريست تيشو كله او الجلاندولار بريست تيشو كله. اجزاء السكشن بريست كونسرفيف سيرجري، يعني ايه اونكوبلاستيك سيرجري، واخيرا سنترال ليف نود بايوبسي. البايوبسي تكنيكس دي اعاده اللي احنا قلناها، فايند اسبيريشن كورنيال بايوبسي. فيكام دي حاجه جديده، استخدام بس الفيكام بان هو بياخد التيشو بدل الكات، واخيرا اوبن سيرجيكال بايوبسي. لكن اللي احنا متفقين عليه ان ستاندر اوف كير دلوقتي كور بايوبسي، وافضل انه يتاخد الترا ساوند جايد. الاوبن بايوبسي ما تاخدهاش الا في الحالات اللي احنا قلنا عليها، لو النيدل والكور بايوبسي فين، ولو ايكويفوكال. لكن هنا بقى هنزود حته، لو انت هتضطر تعمل اكسجين بايوبسي، بليز لو تسمح من فضلك حط السكار اللي انت هتعملها وسط الانفلوب اللي انا هشيله في ماستكتومي لو الست دي طلعت كانسر. فهمنا الجمله؟ بس كده. طيب حاجه ثانيه ممكن بتسالوا فيها، الانواع الانسيجنز اللي في البريست. نمرة أربعة ده اسمه سيركم أريولار، نمرة تلاتة ده اسمه سيركم فرينشيال. سيركم فرينشيال سيركم أريولار عبارة عن دائريين، واحد فيهم في الإيدج بتاع الأريولا وواحد فيهم بعيد عن الأريولا. الخمسة ده اسمه إنفرا مامري، واحد واثنين دول اسمهم ريديال، في واحد أخير بنستخدمه دلوقتي كتير اسمه لاترال سالكس. لاترال سالكس
زي الانفلاماتوري كده بس في اللاترال سيركس. لو سالتكم انهي واحد في دول بيست كوزمتيك هنقول نمره 4 اللي هو السيركم اريا. بعديها بيست كوزمتيك انفلاماتوري، بعديها لاترال سيركس. انهي في دول اوحش سكار الريتيال. اوكي. ماستكتومي يعني ايه كلمه ماستكتومي؟ يعني ريموفال اوف جلاندر تيشو اوف ذا بريست. انواع الماستكتومي: راديكال ماستكتومي، موديفايد راديكال ماستكتومي، سمبل ماستكتومي، اند بارشال ماستكتومي اللي هو بريست كونسرفيشن. ليه انا عامل الفونت بتاع الموديفايد راديكال ماستكتومي اكبر؟ لان دي اكتر واحده بتتعمل دلوقتي ستاندر اوف كير از ماستكتومي. لكن من ناحيه شيل اكتر بنشيل اكتر في الراديكال، والاقل في الموديفايد راديكال، والاقل في السمبل ماستكتومي، والاقل بارشال ماستكتومي، عشان كده مرتبينهم بالطريقه دي. ايه رايكم لو شرحنا الموديفايد راديكال ماستكتومي اللي هي الموست كومون بتتعمل دلوقتي الاول، ثم ندي كلمتين على الراديكال اللي ما بتتعملش كتير والسمبل ما بتتعملش كتير والبارشال ما بتتعملش كتير اللي هو بريست كونسرف. موديفايد راديكال ماستكتومي يعني ريموفال اوف اول جلاندولار تيشو اوف ذا بريست. بنبتديها بترانسفيرس elliptical incision of the skin over the breast. This ellipse will involve inside it the area and the nipple, the skin overlying the tumor, any previous site of biopsy or incisions, كله وسط الellipse ده. ثم بعد ما نعمل incision في الellipse ده نبتدي ندسكت upward وdownward في البلان ده. فوقينا هيبقى سكين وسبكيوتينيس، وتحتينا هيبقى جلاندولار تيشو، ونبتدي ندسكت ابورد وداونورد وميديالي ولاترالي لغايه ما نوصل للاكستنت بتاع الجلاندولار تيشو اللي احنا درسناه في الاناتومي. بيقول البريست بيمتد من السكند للسكس ليبس، وبيمتد من الباراستيرن لاين للانتيريور للميد اكزيري لاين. ده في الاناتومي قالوا لنا كده. يبقى لو انا عايز ادسكت ابورد يبقى هادسكت انتيل ذا كلافيكال علشان اضمن ان انا عديت السكندري، وميديا لي هادسكت انتيل الاسترنال لاين عشان اتاكد ان انا عديت الباراسترنال لاين، وداون وورد هادسكت لغايه ما الاقي الريكتس شيس عشان اتاكد ان انا عديت السكس ريبس، ولاترالي هادسكت لغايه البوستيريور اكزيلي لاين عشان اتاكد ان انا عديت الميد اكزيلي لاين. بعد ما دسكت كده فوق وتحت ويمين وشمال اروح شايل الجلاندولار تيشو من على البكتوراليس ماسل. يبقى اعمل ديسكشن بقى في البلان ده. ده 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 انا خلصت اب وورد وداون وورد وميديال ولاترال. ابتدي اشيل من هنا واسيب البكتوراليس ماسل عريانه. شلت معايا البكتوراليس فاشيه وطلع التيشو ده كله بره جسم العيان، وقفلت العيان كده. ده اسمه موديفايد راديكال ماستكتومي. شرح مبسط ليه؟ شرح مبسط ليه؟ انكلودنج خلي بالكم التيل اوف ذا بريست والاكزيلاري ديسكشن، عملته من نفس الجرح، رحت للاكزيلا وشلت كل الاجزاء اللي فيها. التايبس اوف موديفايد راديكال ماستكتومي، تخيلوا بقى الموديفايد راديكال ماستكتومي بقى لها تايبس كمان. التراديشنال اللي هو اللي انا قلته ده التراديشنال. لقوا ان ليه يا دكتور تشيل اليبس اوف سكين كتير؟ ما تسيب السكين وبس تشيل الاريولا والنبل والحته الريم اوف سكين حواليها، وسموها سكين سبيرنج. ونفس الستبس بعد كده زي ما هي، يبقى ريموف اونلي ذا نبل اند اريولا يوجوالي ثرو ا سيركم اريولا انسيجن. راح واحد تاني قال يا جماعه لو حتى النبل والاريولا التيومر بعيد عنها والنبل والاريولا ده سكين مش تبع البريست تيشو، ما نسيب النبل والاريولا وسموها توتال سكين سبيرنج. ليف اول ذا سكين including the nipple and areola، والانسيجن بيبقى ايه؟ يا اما انفراماماري يا اما سيركم اريولر حسب السايز بتاع البريست. شوف كده الشكل. دي اسمها تراديشنال موديفايد راديكال ماستكتومي شرحناها. اسمها سكين سبيرنج ماستكتومي. لو قدرت اعمل الانسيجن ده بس ومن خلاله وريتراكتور كويسين ومساعدين كويسين اوصل ان انا اشيل الجلاندولار كله تمام. اضطريت اعمل سليت لايت اكستنشن كده لكن ما شلتش حاجه من السكين مفيش مشاكل. عملت انفراماماري انسيجن وشلت كل الجلاندولار تيشو وسبت السكين والاريولا والنبل انتاكت، خير وبركه، بقى اسمه توتال سكين سبيرنج ماستكتومي. الاختلاف بين الثلاثه ده سكين سبيرنج ماستكتومي راوندد انسيجن حوالين الاريولا والنبل، قدرنا من خلاله نشيل كل الجلاندولار تيشو والاكزيلا كمان.
ده واحدة تانية، حالة تانية، بس اضطرينا نشيل حتة سكين فوق التيومر على طول لأن التيومر قريب منها. إيه اللي فضل لنا بعد السكين سبيرنج ماستكتومي؟ فضل لنا انفلوب اوف سكين اند سبكيوتينيوس تيشو. هذا الانفلوب ممكن immediately أعمل فيه بريست ريكونستراكشن. خلصنا كده كفاية موديفايد لاتيال ماستكتومي، وكمان السكين سبيرنج ماستكتومي كنوع من الموديفيكيشن ليها كمان. ايه حكايه بقى الراديكال ماستكتومي اللي كانت اول واحده اللي هي بنشوف فيها كتير قوي قوي؟ دي اول واحده اتعملت سنه 1903، وقالوا ان احنا كل ما نشيل اكتر يبقى بنحمي الست اكتر، فراح شالوا كمان معاها شالوا كل الحاجه اللي احنا شلناها معاها، كمان شالوا بكتوريس ماينور وميجور، بقى شكل البريست او شكل السكار بعد العمليه كده وشكله اجلي، والست دي مش بتعرف تحرك الشولدر بتاعها كويس. الراديكال ماستكتومي مش بتتعمل دلوقتي الا لو في ديب سيت تيومر، تيومر ده انفيدنج البكتيريوس ماسل، وبرضه في الحالات دي بشيل حته من المصل مش بشيل كل المصل زي زمان. اول كانت بريست كانسر انفولفنج تشيست وول، ودي حالات نادره. واخر حاله لو كان كانسر بريست ان ميلز، لان في الميلز ما عندوش نورمال تيشو اراوندنج ذا كانسر كتير، فبضطر احف شويه واشيل حته برضه من البكتيريوس ميجور، بس مش بشيل البكتيريوس ميجور كلها، بشيل جزء. نقول للنوع الاخر من الماستكتومي اسمه سيمبل ماستكتومي. ايه سيمبل ماستكتومي دي؟ جاست هشيل الجلاندولا تيشو بس، ومش هلمس الاكزيلا زي التراديشنال زي دي من اولها لاخرها، بشرط واحد، مش هروح للاكزيلا، مش هلمس الاكزيلا، جاست هعمل الليبس انسيجن كده وهشيل الجلاندولا تيشو بس وامشي. دي اسمها سيمبل ماستكتومي. ايه الانديكيشن بتاع السيمبل ماستكتومي؟ بالياتيف ان ميتاستاتيك كيس، في ديفيوز دكتور كارسينوما ان سايتو، لان الدكتور كارسينوما ان سايتو ما بتروحش الليمف نود. لو انت حسيت وتاكدت ان العيله دي عندها دكتور كارسينوما ان سايتو بس ما عندهاش انفيزيف فورم، هتعمل كده ومش هتروح الاجزاء. في بروفلاكتيك كانسر بريفنتنج ميجرز، واحده عندها براكا 1 وبراكا 2 وقالت لو تسمح شيل لي الجلاندولا تيشو بتاع البريست لاني خايفه ان يجي لي كانسر بريست. طب هعمل لك ريكونستراكشن يا بنتي؟ لا مش عايزه ريكونستراكشن، شلهم لي خلاص. دي ست عيان عندنا شلنا لها سيمبل ماستكتومي من الناحيتين وما لمسناش الاكزيلا وهي راضيه ان هي تعيش كده. يبقى ده الانديكيشن بتاع السيمبل ماستكتومي. نقولهم تاني، لو واحده عندها ميتاستاسيس، في الحاله دي جاست بالياتيف، في حالات لما يكون مثلا فانجيتنج كانسر بريست فيري هيوج يعني بيضايقها في حياتها بيطلع ريحه وحشه، نعمل لها سيمبل ماستكتومي. لو دكتور كارسينوما سايتو اونلي وبروفلاكتيك كانسر بريفنتنج ميجرز. خلصنا كلام عن ماستكتومي، نتكلم شويه عن الاكزيلاري اكزيلاري كليرنس. كلمه اكزيلاري كليرنس يعني اخش البيراميدز، فاكرين البيراميدز اللي انا قلت لكم عليه ده، اخش الحجره اللي مكونه من البيراميدز ده واشيل كل اللوس اريرال تيشو اللي فيه كده، انا شلت كل الليمف نود اللي في الاكزيلا بالثري ليفلز بتاعتها، بالاول جروب اناتوميكال جروبس بتاعتها، مع المحافظه على ايه؟ مع المحافظه على البريكيال فين ده اللي ماشي بالعرض ده، البريكيال فين اللي رايح للقرب احافظ عليه. اللونج ثوراسيك نيرف اهو ماشي على اللاترال وول اوف شيست وول احافظ عليه. الثوراك ودورسال باندل اللي هو فين وارتري جنبيه، لو لاحظتوا فين وارتري جنبيه ماشيين بوستيريولي وماشيين على الانتيريور سيرفيس بتاع الديسماس دورسال، دول الثلاثه دول احافظ عليهم. امال ممكن اقطع ايه وسكريفاي ايه؟ النيرف اللي ماشي بالعرض ده في وسط الاجزيلا، هو هنا انا حافظت عليه، هنا قدرت اشيل كل اللوس اريال تيشو مع المحافظه عليه، اوكي شاطر كمين انا سبته، لكن هل ممكن اقطعه؟ اقطعه، مش هيحصل حاجه، مش هيحصل حاجه. ايه النيرف اللي ممكن اكسكريفاي؟ اسمه انتركوستو بريكيال نيرف. اسمه انتركوستو عشان جاي من انتركوستال سبيسز، بريكيال لانه بيغذي الميديال اسبكت اوف يور ار ابر ميديال بارت اوف يور ار. يبقى كده اتكلمنا عن الاكزيلا كليرنس وعن الجلاندولا تيشو البريست. ايه رايكم في حاجه اسمها بريست كونسيرفنج سيرجري؟ البريست كونسيرفنج سيرجري يتكون من ثلاث حاجات: وايد لوكال اكسيجن، اكزيلا كليرنس، ادجفنت ريديو ثيرابي علشان يعني نقي هذه العيانه من الباقي البريست تيشو ان يجي لها يكيلو ميوتيشن او يتحول لكانسر. يبقى الثلاثه دول مع بعض اسمهم بريست كونسيرفنج سيرجري. Why breast conserving surgery؟ الفكره جت
من ان راجل اسمه فيشر في 1950 قال ان الكانسر بريست از ا لوكال مانيفستيشن اوف ا سيستميك ديزيز، يعني ده سيستميك ديزيز لكن بيسيتل داون المالجنت سيلز في البريست لوك اوريجينالي. وقال الاثبات بتاعه ان في ستات كتيره بعمل لها عمليه وشيل لها البريست وشيل لها الليمف نود وحتى مكان ما يكونش في ليمف نود في البريست وبيجي لها ريكرنس ويجي لها سكرين ومش عارف. النقطه الثانيه كوزميتيك كونسيدريشن، الست بتحب البريست بتاعها كفيمناين سيمبل وده شيء محترم. ان انت تساكريفاي بريست منها بيبقى بيديها سايكولوجيكالي تروما رهيبه. تمام؟ اخر حاجه بريزرفيشن اوف ذا نيبل از ان امبورتنت سنس فوكس، دي ممكن تكون فايده اخرى. الانديكيشن بتاعت بريست كونسيرفنج سيرجري، مش كل حالات الكانسر بريست اتعمل لها بريست كونسيرفنج سيرجري، امال انهي؟ اول واحده مهمه موتيفيتد بيشنت، يعني واحده ست جايه تقول لك انا عايز احافظ على البريست بتاعي، دي لازم مهمه. ما تروحش واحده جايه بتقول لك انا وعايزك تشيل البريست بتاعي وتقنعها بريست كونسيرفنج سيرجري، غير مقبول. يكون عندها سوليتري ليجن، يكون الليجن ده اقل من 3 سم، مقبوله لغايه 4 سم، يعني مقبوله في الامتحان لو حطيتك في ام سي كيو لغايه 4 سم مقبوله، هي ديبندنج على السايز بتاع البريست. acceptable tumor to breast size ratio، يعني ايه؟ يعني ست التيومر بتاعها صغير، البريست بتاعها صغير جدا 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 وعندها تيومر 2 سم ما ينفعش اعملها بريست كونسيرفيشن، وست البريست بتاعها كبير جدا والسايز بتاع التيومر 4 سم اقدر اعمل، لان في حاجه اسمها تيومر تو بريست ريشيو لازم تكون مقبوله. قلت مقبوله ما قلتش والله العظيم ماست. فوكال نوت ديفيوز مايكرو كالسيفيكيشن، لو كان في مايكرو كالسيفيكيشن حواليه الماس دي، يعني في دكتور كاسنوما انسايتو، مايكرو كالسيفيكيشن عندنا في المام جرام بيساوي دكتور كاسنوما انسايتو تحت الميكروسكوب، لازم يكون فوكال ما يكونش ديفيوز. لو جبت لك مام جرام في مايكرو كالسيفيكيشن كل البريست، قول لي الست دي ما اقدرش اعمل لها بريست كونسيرفنج سيرجري. ليه يا ابني؟ عشان عندها ديفيوز مايكرو كالسيفيكيشن. فيفرابل هيستولوجيكال تايب اند جريدز، ويفضل. يعني ايه يفضل؟ يعني بيقول لك يفضل انت ما بتعملش بريست كونسيرفنج سيرجري واحده عندها تريبل نيجاتيف او واحده الجريد بتاعها جريد 4 undifferentiated. تمام، يبقى ده انديكيشن. طب لو قلنا كونترا انديكيشنز، اعكس دول. يعني لو كان عندك مالتيبل ليجن تبقى كونترا انديكيشن بريست كونسيرفيشن، لو عندك تيومر سايز اكتر من 4 سم كونترا انديكيشن، لو نوت اكسبتبل تيومر تو بريست سايز ريشيو كونترا انديكيشن، لو في ديفيوز مايكرو كالسيفيكيشن كونترا انديكيشن، لو في فيري اجريسيف تيومرز كونترا انديكيشن. هحط لك كمان كونديشن كمان، لو ما عندكش فاسيلتي الراديو ثيرابي، يعني ما عندكش في المستشفى بتاعتك او في المدينه بتاعتك او في المنطقه بتاعتك راديو ثيرابي، هيدي راديو ثيرابي بوست اوبريتيف. ليه؟ لان احنا هنا قلنا ان البيست كونسيرفنج سيرجري يحتوي على ادجوينت راديو ثيرابي، ينفع اعمل الاثنين الاولين ما عملش ادجوينت ثيرابي مش مقبول. يبقى لو ما كانش عندك راديو ثيرابي ده كونتر اندكيشن للبيست كونسيرفنج سيرجري. ريموفال اوف ذا تيومر كانت يعني مش خناقه، في ريزيستنت جامد في الثمانينات على ان احنا كنا بنعمل مستكتم 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 مستكتم، وبعدين واحد كده طلع قال لك هتشيل حته بس صغيره، قالوا ايه ده غلط وما ينفعش وبتاع وكده، فقال لهم طيب هعمل لامبكتومي لها ولا هشيل كوادرنت منها ولا هشيل سيجمنت. قعدوا في الموضوع ده يشيلوا سيجمنت ولا كوادرنت ولا تايلوكتومي ولا لامبكتومي، قعدوا حوالي 12 سنه لغايه ما وصلوا في الاخر لكلمه وايد لوكال اكسيشن. يعني ايه وايد لوكال اكسيجن؟ يعني نروح للتيومر ناخد حافه ريم حواليه داير ما يدور في كل الاتجاهات 1 سم، هو ده المطلوب وايد لوكال اكسيجن. طب بالنسبه للاكزيلا، قال لك نعمل فولي اكزيلا ديسكشن اللي هي 4 نمره 4، قال لك حرام عيانين كتير بنشيل لهم كل الاكزيلا في نود ويطلعوا 22 في نود كلهم فري، فحرام ليه نشيل لهم كلهم؟ طب قال لك طيب خلاص نشيل ليفل 1 بس اللي هو تحت البكتيريوس مايكرو، قال لك برضه بنشيل ليفل 1 ويطلعوا 10 ليف نود كلهم فري. طب قال لك طب نعمل سامبلنج، يعني ناخد الكبيره بس. في الاخر خالص وصلوا نعمل ايه؟ سنتنا ليف نود بايوبسي اللي هنشرحها بالتفصيل، يعني هناخد واحده او اثنين او ثلاثه ليف نود بس ونكشف عليهم، لو لقيناهم بوزيتيف نكمل ونشيل الاكزيلا ديسكشن كلها، لو مش نيجاتيف لو نيجاتيف مش هنخش الاكزيلا ولا نكمل. دي حاله اهي بتاعتنا، ادي اللمب وادي الانسيجن اللي هنعمل منه وايد لوك اكسيجن، وادي سيبريت انسيجن هنعمل منه اكزيلاري كليرنس. لما طلعنا السبيسمنت علمناها بسوتشرز
مختلف الالوان ومختلف الطول عشان نعرف انتيرو فين وبوستيرو فين ولاترال فين، شايفين السوتشرز، عشان نبعتها لفروزن سيكشن عشان دكتور الباثولوجي زميلنا يقول لنا فري سيفتي مارجن ولا لا. ادي نيجاتيف فري سيفتي مارجن، ادي بوزيتيف سيفتي مارجن، مفهومه الصوره طبعا واضحه. التيومر اهو بناخد سيفتي مارجن حوالي 1 سم اول اراوند وبنخليه الباثولوجي يشوفه. الجروس 1 سم كافي، لكن تحت الميكروسكوب 1 مللي كافي. لو الباثولوجيست لقى ان سيفتي مارجن فيه بيقول لي اوكي، لو قال ان مفيش بيقول لي لا يا جماعه في انفولفنج سيفتي مارجن مثلا انتيريور او بوستيريور او ميديال او لاترال، يقول لنا فنروح نشيل تاني ليه. كل عينين بيست كونسيرنج سيرجن لازم ياخدوا اير راديشن، بياخدوه كل يوم من ايام الاسبوع 5 ايام ويريحوا يومين لمده 6 اسابيع. مش مهم التفاصيل، المهم اخر سطر ان في سايد افكتس ليه، بيرن وسكين ثيكنينج، وده باين ان الست دي جالها كومبليكيشن اوف راديشن، لكن اطمنكم ان كل ده بيسيتل داون وبيختفي مع الوقت. كونتر انديكيشن اوف بريست كونسيرنج سيرجري نراجعهم بسرعه، لو في مالتيبل كانسر ان سيبريت لوكيشن، يعني واحد في الابر اوتر وواحد في اللور ميديال مثلا، لكن لو اتنين جنب بعض ممكن نقبل بريست كونسيرنج سيرجري. بيريور لامبيكتومي يوز راديشن، يعني واحده ست عمل لها قبل كده لامبيكتومي يوز راديشن لاي سبب. لارج سايز كانسر نفسه، اجريسيف باثولوجيكال تيومرز از ا بايولوجيكال بيهيفير. In pregnancy, relative contraindication، لأني مش هقدر أدي radio therapy، لكن لو في last trimester of pregnancy ممكن أعمل white excision وبعد كده أعمل radiation post labor. Video radiation chest، يعني لو واحدة ست أخذت radiation to the chest قبل كده ما تقدرش تاخد radiation تاني. Collagen vascular disease بيمنع radio therapy وextensive skin involvement، لأن extensive skin involvement by itself هيخليني أشيل جزء كبير من skin، فـ it's nonsense إن أنا أحافظ على الـ. Contraindication of breast conserving surgery، أمثلة بس أمثلة. أدي واحدة ست الماموجرام بتاعها مبين إن في تو ليجنز، التو ليجنز دول بعاد عن بعض، واحد في كوادرنت واحد في كوادرنت تاني. واحدة ست تانية عندها ديفيوز مايكرو كالسكيشن، شايفين مايكرو كالسكيشن ستريم هو اكستنسيف قد إيه في كل حتة، ما أقدرش أعمل لها breast conserving surgery. طيب لو حصل ريكارنس أفتر breast conserving surgery، عندي لسه سلاح إن أنا أعمل للست دي ماستنج. الصورة دي مهمة أوي، الصورة دي مهمة أوي. treatment according to staging، لو الحاله اللي قدامي early cancer breast roughly stage 1 and 2 هعمل لها surgery first and then adjuvant therapy. السيرجري first يا اما modified radical mastectomy يا breast conserving surgery، والادجوانت حسب كيمو في اتش نص هنا او ريديو ثيرابي او هرمون ثيرابي او تارجت ثيرابي. تارجت ثيرابي يعني ايه؟ يعني انتي هير 2، فاكرين الانتي هير 2. طب لو لوكالي ادفانسد، هنا الفيتشرز اوف لوكال ادفانس، نحفظ الكلام ده. اي واحده ست عندها تيومر اكتر من 5 سم او تيومر فيكس تو ذا ماسل او فيكس لارج ابسي لاترال اكزيليف نود او اكستنسيف سكين مانيفستيشن، معنى كلمه اكستنسيف يعني مور ذان 1/3 اوف ذا سكين سيرفيس اوف ذا بيست، او انفلاماتوري كاسنتوز او سوبر كلافيكولار ليف نود، ميل كانسر بيست في معظم الحالات، وباجت ديزيز اوف ذا نيبل خلوها في الاخر واشطبوها. هي دي اللي فيها اختلاف. باجت ديزيز اوف ذا نيبل كونسيدرد از لوكال ادفانسد ولا لا؟ بعض الناس بيقولوا لا وبعض الناس بيقولوا اه، معظم الناس بيقولوا لا. وعشان كده هتلاقوا شرطه حمراء هتروح عليها. لو واحد عنده فيتشرز دي، خلينا في السبع الاولانيين بس، سيبكم من تحت الباجت ديزيز. لو واحد عنده واحده من دول اسمه لوكال ادفانس كانسر بيست، لو لوكال ادفانس كانسر بيست هعمل له ايه؟ هبتدي بنيو ادجوفنت كيموثيرابي، واكوردنج تو ريسبونس لو عمل جود ريسبونس هعمل سيرجري ايزا موديفايد راكتال ماستكتومي اور بريست كونسيرفنج سيرجري. مع احترام ان وانا بدخل العيان عشان اعمل له بريست كونسيرفنج سيرجري في الحاله دي بعد ما التيومر شرانك وصغر وكل حاجه، اقول له خلي بالك يا ستي ان انا هحاول اعمل لك بريست كونسيرفنج سيرجري، بس احتمال السيفتي مارجن يطلع بوزيتيف او حاجه واقلبك لماستكتومي، لكن في احتمال 50% ان ننجح واخليك بريست كونسيرفنج سيرجري وتحافظي على البريست بتاعك. لو اديتها نيو كيموثيرابي وما حصلش ريسبونس، هنا هقلبها لكيموثيرابي او ريدوثيرابي او هرمون ثيرابي او تارجت ثيرابي از ا بالياتيف. لو الست من الاول متشخصه متاستاتيك كانسر بريست، يبقى من الاول الست متشخصه ايرلي كانسر بريست هعمل لها سيرجري فيرست.
لو الست من الاول مش حصل لها ادفانس كانسر بريست هعمل لها نيو ادجوفنت وهكون ريسبونس. لو الست من الاول ميتاستاتيك بالياتيف فروم ذا ستارت هديها كيمو راديو اور هرمونال او تارجت از ا بالياتيف از ا بالياتيف. كلمتين صغيرين على حاجه اسمها اونكوبلاستيك تكنيكس. هي عباره عن كومباينيشن اوف واحد بتاع جراحه اورام مع بلاستيك مع ريكونستراكشن اوف ذا بريست. الاثنين مع بعض احنا بنعملها دايما دلوقتي. ليه؟ لان وجدوا ان ستات كتير بيطلبوا انهم يحافظوا على البريست بتاعهم، لكن لما عمل لهم بريست كونسيرفنج سيرجري النتيجه بتبقى شكل ده. دول حاجات قديمه عندنا، دي حاجات من 20 سنه. ده منظر مش مقبول. وبيحصل لما اشيل اكتر من 20% من البلك بتاع التيشو بتاع البريست. هنا بقى اخترعوا او طلعوا فكره اونكوبلاستيك. يعني ايه؟ يعني هعمل اكسجن وبسيفتي مارجن وبوضوح وهعمل انسيشن للليمف نود، لكن هعمل ريفورمنج ريموديلنج اوف ذا ريست اوف ذا بريست بحيث ان يكون شكله مقبول للست، ما يبقاش شكله اجلي زي اللي فات. حاجات كتيره بقى وانواع كتيره، يعني اونكوبلاستيك ده ليه كتير قوي قوي قوي، فحرام ان انتوا تضيعوا وقتكم في ان انتوا تفهموه. هو فكرته عامه ان انا ما اكسرش القواعد بتاعت الانكولوجي، ان اشيل البريست تيشو والكانسر تيشو واشيله بسيفتي مارجن، وفي نفس الوقت احاول اريشيب البريست. يعني الست دي مثلا ايه الحكايه؟ الست دي اتعمل لها انفرامامي انسيجن، اتشال منه كانسر بريست كبير قوي في اللور بول اوف ذا بريست، فحصل تيشو لوس كبير، فهيحصل اجلي شيب اوف ذا بريست. كمان تعمل لها زي كده من ناحيه دي. الست دي اختارنا ان احنا نعمل لها لاتيسماس دورساي، سوري لاتيسماس دورساي ماسل فلاب. دي الفلاب دي هنعمل السكشن للتيشو ده كله ونعديه من تحت السكين ونملى بيه الفراغ ده بحيث ان شكل الشيست يبقى كويس والست يبقى عندها سكار ورا مش باينه. كفايه قوي 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 كلام على الانكوبلاستيك سيرجي لغايه هنا. فهمتوه؟ هو كومباينيشن اوف اونكولوجيكال بروسيدور ويز بلاستيك بروسيدور تو ريشيب ذا بريست. كفايه قوي، مش هتسال اكتر من كده ابدا ابدا ابدا. اخر حاجه، يعني ايه سنتنال نود بايوبسي؟ سنتنال نود بايوبسي يعني احنا بنقول كل ما بنشيل الاكزيليد سكشن كله بنلاقي حالات ما فيش داعي كلها بتطلع نيجاتيف. كمان ان في كومبليكيشن اوف اكزيليد سكشن، ممكن العيان ده يجي له سيروما، ممكن يكون انفكشن، ممكن يجي له ليميتيشن اوف موفمنت اوف شولدر، واخر واحده وهي اهم واحده ممكن يجي له ليمفيديما اوف ذا ارم، ودي حاجه بايخه جدا جدا. طب الحل؟ الحل ان احنا لو عرفنا اول اثنين او ثلاثه لين في نود بيدرين البريست وعرفنا الايدنتيفاي ذم وشلناهم لوحدهم وفحصناهم باثولوجيكالي بفروزن سيكشن ولقيناهم انهم نيجاتيف، ما نعملش اكزيليد سيكشن. ايه اللي بيحصل؟ ان احنا بننجكت جنب تيومر ماده لونها ازرق او ماده لونها ازرق فيها راديو ايزوتوب ماتيريال. يبقى يا هايدنتفاي بلون بس او بلون وراديو ايزوتوب ماتيريال. البرنسبل اللي هي فيرست اكزي نود انفلتريت باي تيومر درين ذا اريا كونتيننج مالينجنت ليجن، دي كي انديكيتور اوف سبريد. لو هي بوزيتيف يبقى وصل للاكزيلا، لو هي نيجاتيف يبقى ما وصلش للاكزيلا. الميثود اوف انديكيشن باي بلو داي او راديو ايزوتوب، وافضل ان احنا نستعمل الاثنين مع بعض. واثناء العمليه بنبص بندور على البلو داي او بندور بالديتكتور على الهاي زي ده الديتكتور اهو البروب اهو، وبندور على الراديو ايمجنج اصوات او صوره وباللون، ونروح مطلعين اثنين او ثلاثه صغننين كده ونوديهم للباثولوجيست ونقول له بص سريع على طول. كلمتين صغيرين عن البريست ريكونستراكشن، يعني عيانه كونترا انديكيتد لبريست كونسيرفنج سيرجري ومضطر اعمل لها ماستكتومي، بس الست جت تقول لي لو تسمح انا شكل البريست مش عاجبني لما كده هيومينيتنج وما عنديش بريست، فلو تسمح اعمل لي ريكونستراكشن في ايميديت وفي ديلي وفي ايميديت ديلي. يعني ايه ايميديت ديلي؟ يعني باجل الريكونستراكشن واعمل تيشو اكسباندر لغايه ما تخلص الراديو ثيرابي، لان الراديو ثيرابي بيأثر على الامبلانت. دي اشهر انواع السيليكون اللي بنحط بيها وبنعمل بريست ريكونستراكشن للعيانين. ممكن لو مش عايزه الست تحط حاجه ماتيريال غريبه من جسمها نستخدم اوتولوجس فلاب، او ممكن كومبايند لما يكون البريست سايز بتاعها كبير. انواع الفلابس دي اشهر فلاب مشهوره جدا اسمها ال دي فلاب، لو تسمع دورساي فلاب هتشوفها في التجميل كتير وهتستخدم كتير بانها بتلف من الباك وتعمل فيلينج للبريست بالشكل ده. لو في ليجنز نون بالبابل بنعمل له لوكاليزيشن، ده نون بالبابل موجود في المامجرام لكن مش موجود بايديا، بنعمل له لوكاليزيشن بواير
التا ساوند جايد طبعا بايوبسي لانها مش حاسه، ونحط واير ونروح ماشيين ورا الواير ده، اسمه واير لوكاليزيشن. واير لوكاليزيشن كفايه كده. ده شكل الواير في عيانه هنعمل لها عمليه، ده شكل الواير بالماموجرام، ده شكل السبيسمين وطالع منها الواير، وده شكل السبيسموجرام. سبيسموجرام يعني السبيسمين اللي شلتها نزلتها تحت في الماشين بتاعت الماموجرام عشان اتاكد ان الليجن في وسطها. شكرا جزيلا. هتلاقوا في ليا شانل على اليوتيوب فيها محاضرات كتير تفيدكم، فيها حاجات دعائيه ملكوش دعوه بيها. لو حد عايز يستفسر على الواتساب اديني نمرتي، وشكرا جزيلا.